الخيال. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم حلقة جديدة وصباح الخير يا مصر وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير يا منة وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة بداية الأسبوع، حلقة السبت من صباح الخير يا مصر الموافق 20 أغسطس، واللي هنبدأها بالحديث عما حدث بالأمس في محافظة الإسماعيلية. والحقيقة لما بنتكلم عن محافظة الإسماعيلية دايما كده ما بيتبادر للأذهان إحنا هنتكلم عن إيه. إسماعيلية يعني المانجا، وبقى معروف يعني أجود أنواع المانجا موجودة في محافظة الإسماعيلية، وفي كرنفال شعبي بيحصل هناك وبيستمر لمدة يومين، الجمعة والسبت النهاردة هيكون آخر أيامه، بيحضروا سفراء وبيحضروا عدد كبير جدا من المسؤولين، بالإضافة لطبعا التجار المعنيين بتسويق وبيع المانجا تحديدا للترويج للمانجا والترويج كمان لمحافظة الإسماعيلية سياحيا. لكن في أنواع كتير قوي موجودة في المانجا ومفيش اتنين بيختلفوا عن حبهم للمانجا، وهو ده بقى سؤالنا النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر، حضرتك بتاكل المانجا ازاي؟ سؤال مهم أعتقد، علشان كده أروح وأودي السؤال ده لمنة ونعرف تاكل المانجا ازاي. منة باكل المانجا زي ما بتتاكل. ازاي؟ بمسك المانجا بغسل المانجا بعدها باكل المانجا. أيوه، طريقة بقى لما باكل المانجا دي هي لها أكتر من طريقة؟ أوهوهو قولي انت. لا انا ما بحبهاش، اتعودت اللي انا اقول كده. يعني انا عندي خالي ربنا يديله الصحه قال لي لما تروح عند ضيف ويقول لك تاكل مانجا قول ما بتحبهاش. انت اللي هتبقى الضيف لما تروح عند حد. بس بعيدي بقى عن الاتيكيت والكلام ده كله، يعني المانجا تحديدا ما ينفعش معاها اتيكيت، ما ينفعش معاها عارفه اللي انا هاكلها بشوكه وسكينه واللي انا ابتدي اقطع. لا المانجا لازم سكينه الطمن. لا هي اول، لا هي ليها سكينه بتقطعيها بس نصين، ده بالنسبه لي. أيوه. بس بتتاكل في البيت فقط عند الضيوف بقول ما بحبش المانجا دي خالص، طعمها وحش، بتتعبلي فيها املاح زياده. بتقطعي المانجا كده، ايوه بالسكينه كده نص وتطلعي الجزء ده والبذره، يعني البذره دي بيبقى مليانه مانجا، تاكليها ازاي دي؟ بص يعني انا اتعودت انها تبقى يعني وانا صغيره كانت مامتي بتقطعها لي. بتقطعها كده مكعبات وبناكلها كنا كده. لما كبرت بقيت انا اللي بقطعها بقى لولادي، بقيت بقطعها لهم برضو، بس بستمتع بقى فعلا زي ما انت بتقول بقى بال. في اجزاء كبيره كده بتتهدر منك في القشره. لا لا عيب عليك عيب عليك. خلينا نعرف من كل مشاهدينا بتاكلوا المانجا ازاي، اكتر نوع مانجا بتحبوه وبتستنوها فعلا. يمكن المانجا دي عبد الصمد هي اللي بتوحد محبي الصيف ومحبي الشتاء، يعني محبي الشتاء لما بيجي الصيف ويشوفوا المانجا بيسكتوا شويه بيسكتوا شويه. خلاص خلينا نشوف النهارده بتاكلوا المانجا ازاي، انواع المانجا المفضله ليكم، ده بعد لما نشوف الفاصل ونرجع تاني نبتدي معاكم حلقتنا. صباح على حضراتكم مره تانيه في صباح الخير يا مصر، ودلوقتي خلونا نروح لزميلتنا دينا شرف علشان نعرف منها اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. لكن قبل ما نعرف التفاصيل دي، واكيد الطقس يهم الكل بس يهمني انا على المستوى الشخصي، اعرف بتاكلي المانجا ازاي يا دينا؟ صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا من، صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. لا المانجا ليها طقوس خاصه يعني، بس بتختلف من شخص لاخر. انا بقول كده يعني، وبتختلف كمان في النوعيه اللي انت بتحبها، في ناس بتحب انواع هندي والعويسي والفص، يعني هي احنا كلنا لينا اذواق مختلفه فيها. صحيح. لكن ما حدش يعني بيختلف على حبه للمانجا، بس انا بالنسبه لي بقى طريقه اكل المانجا يعني لو هي الكبيره شويه هقطعها زي يمكن ما احمد بيقول، لكن انا من عشاق المانجا الفص، فلو معايا مانجا فص وهاكلها هاكلها بقشرها وزي ما هي كده اهو،
لان هي بتبقى جميله جدا وطبعا مش محتاجه تتقطع يعني ودي بتبقى متعه خاصه كده، بس لازم تتاكل في البيت عمره ولوحدي اكيد يعني، كمان مش بره البيت، استحاله تتاكل بره البيت المانجا. خلونا بقى من المانجا دلوقتي نتابع معاكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والنهارده هنبدا معاكم من الدولار الامريكي واللي بيوصل سعر البيع ل 19 جنيه و17 قرش، سعر الشراء 19 جنيه و10 قروش، اليورو 19 جنيه و51 قرش للبيع، 19 جنيه 42 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 23 جنيه و10 قروش للبيع و23 جنيه للشراء، فرنك سويسري 20 جنيه و15 قرش للبيع، 20 جنيه و6 قروش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 82 قرش للبيع و2 جنيه 81 قرش للشراء، ريال سعودي 5 جنيه و10 قروش للبيع و5 جنيه و8 قروش للشراء، دينار كويتي 62 جنيه 52 قرش للبيع، 62 جنيه و19 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 22 قرش للبيع و5 جنيه و19 قرش للشراء. اسعار الذهب النهارده هنبدا معاكم من عيار 18 اللي بيسجل للجرام 921 جنيه، عيار 21 1075 جنيه، عيار 24 1229 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب وصل ل 8600 جنيه. بالنسبة لحالة الطقس النهاردة هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس، ولسه في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس لسه مكمل في شدته وهيكون رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، لسه في ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار وده اللي هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 43، وأقل درجة حرارة في دمياط 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. أهلا بكم من جديد، خلينا نبتدي مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. أبرزها أن الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف ونفت وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأخبار تانية هنستعرض تفاصيلها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح كان أبرزها أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 13 ولحد 19 أغسطس. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح كمان أكدت الحكومة أن الخبر المتداول بخصوص وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة هو كلام مش مظبوط وغير صحيح، ومفيش أي قرارات اتخذت بخصوص الموضوع ده. الحكومة أكدت على استمرار تقديم كل خدمات التأمين الصحي للسيدات المعيلات المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي واللي بيحصلوا على المعاش باعتباره استحقاق قانوني مش ممكن يتلغي أو حتى يتوقف، خصوصاً أن مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة زاد بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023، ووصلت ل 93 مليون جنيه مقارنة ب 81 مليون جنيه السنة اللي فاتت. أكدت الحكومة كمان على استهداف التوسع في عرض الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعزيز أجهزة نقاط البيع، وده بيجي في إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية على توسيع نطاق الشمول المالي، وده وفقاً لإشارة وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 واللي تقدمت من خلال وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد ووافق عليها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كمان امبارح استجاب قطاع الحماية المجتمعية للالتماس المقدم من إحدى النزيلات المودعة بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3 وتمكينها من زيارة ابنيها المودعين بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2، وتقدمت النزيلة بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الاستجابة لالتماسها، وتم قبول الالتماس في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم بما يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
نروح للمجهودات اللي بتعملها وزارة الداخلية، لأن في الحقيقة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قدرت خلال حملاتها الأمنية اللي شنتها في مديريات أمن القليوبية والشرقية والجيزة كمان من ضبط العديد من القضايا، وده في إطار الجهود الأمنية المتواصلة اللي بتبذلها وزارة الداخلية لضبط كل المخالفات اللي بتضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكل أنواعها. تتواصل الجهود الأمنية لضبط كافة المخالفات التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وخلال حملات أمنية شنتها بنطاق مديرية أمن القليوبية من ضبط 7 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية والمنتجات البلاستيكية والثلج، بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 288 طن أعلاف حيوانية ومخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و72 طن مواد بلاستيكية مجهولة المصدر، و1500 لوح ثلج مصنع من مواد مجهولة المصدر. وخلال حملات شنتها الإدارة بنطاق مديريتي أمن القليوبية والشرقية تمكنت من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية والمنظفات المنزلية، بداخلهم قرابة 79 طن أعلاف حيوانية ومواد خام مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 28 طن مواد خام ومبيدات حشرية مغشوشة ومقلدة، و28 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وأكثر من 2 طن مواد خام منظفات منزلية مجهولة المصدر. كما نجحت الإدارة في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الكيماوية بالشرقية بداخله قرابة 20 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر. وأسفرت حملات الإدارة بنطاق مديرية أمن الجيزة عن ضبط 6 مصانع وشركة بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والكيماويات والمواد البلاستيكية والمنظفات الصناعية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 105 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، و9 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، و11 طن ونصف منظفات صناعية وبلاستيكية مجهولة المصدر، و41 طن كيماويات بناء مجهولة المصدر، و14 طن غازات صناعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية الثروة السمكية شنت الإدارة حملة مكبرة ببحيرات المنزلة ومريوت وإدكو، أسفرت عن ضبط 258 قاضية تعدي على تلك البحيرات وصيد بدون ترخيص وصيد مخالف، وتم إزالة عدد من المخالفات. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 27 قاضية تعدي على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية، كما تم ضبط 29 قاضية مخالفة لقانون الري والصرف وضبط 5 قضايا مخالفة لقانون الملاحة. وبالنسبة لجولة المحافظات معانا مجموعة من الأحداث والأخبار المهمة، ومنها طرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 3 مجمعات صناعية في الصعيد، وانطلاق مهرجان المانجا في محافظة الإسماعيلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 1795 مواطن في قرية أسطال من ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، وأخبار تانية كتير هنستعرضها من مختلف محافظات مصر. تعالوا مع بعض نتعرف عليها في سياق العرض التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، أبرزها إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بطرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 3 مجمعات صناعية في الصعيد في محافظات إنا، أسيوط وأسوان بمساحات متعددة لمختلف الأنشطة الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك. اللواء أشرف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أعلن عن انطلاق مهرجان المانجا الإسماعيلاوي في نسخته الأولى، واللي هيستمر تنظيمه على مدار 2 يوم لفتح سبل جديدة للاستثمار خلال الفترة اللي جاية على أرض المحافظة.
الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في المنيا وضح أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال في مركز سمنلوط. القافلة وقعت الكشف الطبي على 1795 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان، بالإضافة لتحويل بعض الحالات للعلاج في المستشفيات. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المراكز التكنولوجية في المحافظة شهدت تطوير شامل، وتم تطوير ورفع كفاءة 17 مركز تكنولوجي في الأحياء والمراكز بتكلفة 22 مليون جنيه. اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة نجحت في استرداد أكثر من نصف مليون متر من الأراضي خلال المرحلة الأولى من الموجة العشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة، واللي بدأت في 13 أغسطس وهتستمر لحد يوم 27 أكتوبر الجاي. وبتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، واللي بتنفذها مديرية الطب البيطري في بني سويف. وصلت إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها ل 90,678 رأس ماشية من بداية انطلاق الحملة في 14 يوليو اللي فات. القافلة الطبية الموسعة اللي بتنظمها رئاسة مجلس الوزراء وجامعة طنطا في محافظة قنا نجحت في توقيع الكشف على 3,801 مواطن من أبناء المحافظة. وضع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق حجر الأساس لكلية الآثار في مدينة صان الحجر فرع جامعة الزقازيق، وتم وضع الحجر في قطعة أرض جديدة لبناء الكلية على أرض مساحتها 3 فدادين. اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعلن أن مديرية الشباب والرياضة هتنظم فعاليات مبادرة دواء بمركز شباب المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف ومنطقة مطروح الأزهرية وكنيسة مطروح. عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية تفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر في مدينة بنها على نهر النيل لدفع الأعمال وسرعة البدء في تنفيذه، وهدفت الجولة لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل بعض العقبات بالمرحلة الثالثة. يمكن من الحاجات اللي عجبتني في الأخبار اللي حصلت امبارح زي ما قلت لحضراتكم في البداية فكرة تنظيم كرنفال أو مهرجان المانجا، دي نسخة هي الأولى لي، النسخة دي يعني إن شاء الله هتستمر وتنعقد كل سنة في هذا التوقيت تحديدا. أنا عايز فكرة أحكي الحكاية، أنا كنت هناك الأسبوع اللي فات كنا بنعمل تقرير خاص عن المانجا. الله. لا ما كناش بنعمل الاستعداد بتاعت المهرجان، كنا بنعمل عن أنواع المانجا وأشكالها وطعمها في السوق، وكنا بنتكلم بقى وقعدنا جربنا كده على الهوا ازاي نقطع المانجا وازاي نجيب المعلقه بتاعه الايس كريم ونعمل منها سكوبس ونعملها في طرق التقديم، واتكلمنا بقى عن انواع وايه مسكر وايه مش مسكر وليه بقى الناس كويسين عملت كده. ايوه نزلتي وشفتي فاكر ايه المانجا ما بتمشيش حد اللي عندك اتيكيت في اكل المانجا المانجا ما بتمشيش حد في حاله. لا بس انا عاجبني والله فكره المهرجان ده تحديدا اللي بيتنظم في الاسماعيليه، التنقيب والبحث عن الفرص اللي انت تقدري من خلالها تخلقي فرص حقيقيه اكبر، تعظيم الاستفاده من الموارد اللي موجوده. الايفنت ده تحديدا او الفعاليه دي تحديدا في الاسماعيليه امبارح وانا بتابع الاخبار 9 سفراء كانوا موجودين فيها، فانت متخيله ان انت 9 سفراء دول بناء على طلب الاهالي اصلا من المحافظه. ده كان بيحصل كل سنه يا احمد، بس كان بيحصل بشكل مختلف. اصحاب المزارع كانوا بيعزموا اصحابهم وقرايبهم وييجوا يجنوا مع بعض المحصول ويدوقوا. الاسماعيليه كمان مش اول مره تعمل حاجه زي كده، يمكن بعد نجاح المهرجان بتاع اميرات الفراوله وكان عندهم المهرجان بتاع الربيع، مهرجانين كانوا كبار وجابوا البنات ولبسوهم اميرات وقت جني محصول الفراوله. فاعتقد ان لما الفكره نجحت الفكره ابتدت تستمر. بقى النهارده عندك شكل مؤسسي، شكل دوله بتنظم وبتاسس للحاجات اللي تقدر تخلق من خلالها فرص استثماريه تروج للمحافظه بتاعتها سياحيا، وتقدر ليه تخلق كمان مزيد من الاستثمارات للاهالي ومزيد من المانجا طيب نروح نرجع لبقيه الاخبار، لان معانا لسه ما سيحدث يعني اليوم بقى ان شاء الله. يعني النهارده في مجموعه من الاخبار، يمكن اهمها انطلاق امتحانات الدور الثاني من الثانويه العامه، والنهارده كمان برضو فيما يخص الثانويه الازهريه امتحانات الدور الثاني فيها في مواد الفقه والجبر والتوحيد، وكمان اطلاق معسكر قاده المستقبل في جامعه القاهره، وده ضمن مشروع بناء الانسان، واخبار ثانيه بالتاكيد هنتابعها في هذا الرصد والتقرير.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق امتحانات الدور الثاني من شهادة الثانوية العامة، وعدد الطلاب اللي هيمتحنوا 157 ألف طالب وطالبة في 300 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية. وهتمتحن الطلبة مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وهتستمر الامتحانات لحد يوم 30 أغسطس 2022. النهاردة كمان هتنطلق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية، واللي هتستمر لحد يوم 29 أغسطس. هيؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مواد الفقه والجبر والهندسة الفراغية، وطلاب القسم الأدبي هيمتحنوا مواد الفقه والتوحيد. النهاردة أيضاً هتطلق جامعة القاهرة النسخة الخامسة من معسكر قادة المستقبل تحت عنوان بناء الإنسان، واللي هيستمر لمدة شهر في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب. فعاليات المعسكر هيتم تنظيمها في قاعة الاحتفالات الكبرى، وهيتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية كل فوج 100 طالب وطالبة. لعشاء الدوري المصري الممتاز هيكونوا على موعد النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 31 من المسابقة. الاتحاد السكندري هيواجه البنك الأهلي الساعة 6:30. أما عشاء الدوري الإنجليزي فهيكون معادهم مع 6 مباريات قوية في الجولة رقم 3 من المسابقة، أهمها لقاءات توتنهام مع ويلفرهامبتون الساعة 1:30 الظهر، وكريستال بالاس مع أستون فيلا الساعة 4 العصر، والساعة 6:30 بالليل أرسنال هيواجه بورنموث. سؤالنا النهاردة بيقول إيه أكتر أنواع مانجا بتحبوها وبتاكلوا المانجا إزاي؟ كل واحد يقول لنا بياكل المانجا إزاي؟ خلينا نشوف التعليقات. هم قالوا بالفعل إيه؟ الناس في ناس قالت. بتقول بالفعل بركات سمير بيقول المانجا دي إدمان بأي طريقة، بالهنا والشفا. طيب في عندي طه الجمل بيقول يا صباح الخير عليكم جميعا أسرة برنامج صباح الخير، أنا بحب المانجا جدا وببدأ الأول بالمستوية خالص وبعمل لها فتحة صغيرة وابدأ بالشفط زي الشاليمو كده تحديدا. شو قلت لك في ناس محترف تقول لي بقطعها مكعبات. لا بس أنا بحب الطريقة دي برضه. بص اي حاجه ما فيهاش، خلي بالك اجابات الجمهور هتطلع الطرق الشريره اللي جواك اللي انت ما رضيتيش تقوليها على الهواء. لا والله اي حاجه ما فيهاش بس يعني لخبطه كتير وماس كده حواليك انا بالنسبه لي تمام. الشيك لخبطه عارفه يعني سالي مصطلح تاني اقوله لك بعدين. طيب خليني اقول حاجه تانيه. هبه زكريا بتقول ايه بقى؟ انا بسند على حوض المطبخ بالساعدين وطبعا بكون مشمره وغسله المنجايه، بعدها بقى بسرح بخيالي لابعد الحدود وما ابعدها. احنا سرحنا وخلاص وعرفنا، وهي دي اللي انت بتقولي عليها، هي بقى فكره الزروطه والبهدله اللي بتحصل. عشان كده انا بقول لما حد بيقول لي تاكل مانجا بقول ما بحبهاش لو عنده ضيوف، عشان في جريمه تحصل. ما بحبهاش وخلاص بقى، ايا ما كان السبب يعني. طيب في ميرفت بتقول صباح الخير والسعاده، يا نهار ابيض ليه الاحراج ده؟ ده انا بصرح للبذره شعرها. بالهنا والشفاء. طيب محمد رفعت بيقول صباح الخير انا مدرس، اكيد انت استاذ في اكل المانجا، فعايز اعرف بقى طريقتك في اكل المانجا، قول لنا تفاصيل اكتر يا محمد. في محمد همام، احلى صباح طالع من الوادي الجديد، طبعا بنصبح على اهلنا في الوادي الجديد. طيب انا والله بحب الشتاء بس المانجا هي الحاجه الوحيده اللي مصبراني على الصيف. ده نفس اللي انت قلتيها منا، يعني المجمعه لمحبي الصيف ومحبي الشتاء. وانا طبعا لما باكل المانجا بجيب السكينه والمعلقه بس بركنهم على جنب واكل فيها وانا ملهوف عليها من غير ولا سكينه ولا اي حاجه. هو في احلى من اني احس وانا باكل المانجا ان انا بغرق نفسي بالمانجا؟ تحياتي. صحة وهنا. هو طيب. ده اكل المانجا الصح على فكره. ماشي. والله ده اكل المانجا الصح. بص طول ما انت مش بتضايق اللي حواليك، طول ما انت مش بتسبب منظر مؤذي ليك او للمحيطين بيك. بعملها في بيتي. تمام. وانا قاعد في بيتي. تمام. محدش ليه دعوه بيا. عند الناس انا راجل مؤدب وشيك وبقول انا بتعمل لي حساسيه ما بحبهاش اي مكان بقى. ابراهيم المغربي ما قالش حاجه خالص، قرر ان هو يحط لنا بقى جي اي اف وعباره عن طفل بياكل المانجا بكل حواسه، يعني مانجايه بتاكل مانجايه. انا ممكن بس اقول ده اخر تعليق لان انا عاجبني الطريقه دي، حاجه جديده ومبتكره اهو. طب قول. طيب علاء هارون بيقول صباح الخير يا مستر احمد، انت ودكتوره منى فعلا منورين البرنامج. انا بحب مانجا عويسي، باكلها بقشرها كمان وبغرق نفسي وهدومي وممكن اعملها عصير. صباح الخير وصباح الرزق على كل اللي شغالين في البرنامج. صباح الفل عليك. انت اكتر نوع مانجا بتحبه ايه؟ انا والله ما بتفرق.
يعني بس انا بحب بصراحه اللي هي الزبديه والفص، والفص طبعا يعني. طيب بالهنا والشفا برضه. طيب على اي حال ده سؤالنا، ولسه هنستمر في سرد وقراءه تعليقات حضراتكم ازاي بتاكلوا المانجا، ولسه متواصلين معاكم في حلقتنا النهارده في صباح الخير يا مصر لحد الساعه 10 صباحا، لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل باقي الكلام. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع إن النهاردة لسه في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس لسه مكمل في شدته، وهيكون رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حار رطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل الجو هيكون معتدل رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي الأنحاء. في ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي 2 لـ4 درجات. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكمان في فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، وده هيكون على فترات متقطعة. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الجو حر بقالنا كام يوم، ومتوقع أنه هيستمر معانا حتى نهاية الأسبوع، لكن كمان ارتفاع درجات الرطوبة ده هو الشكل الكبير ملحوظ معانا، خاصة وإحنا جايين الفجر النهاردة كانت فعلا الرطوبة كانت مرتفعة جدا. بالفعل هو في طبعا ارتفاع في درجات الحرارة، ويمكن اليوم هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة. احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، اليوم متوقع تكون 36 درجة مئوية، ده طبعا درجة الحرارة المسجلة، لكن المحسوسة توصل ل 39 و40 درجة مئوية بسبب الارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة اللي مستمرة معنا منذ عدة أيام ومكملة معنا كمان على مدار هذا الأسبوع. ونسب الرطوبة هي اللي بتعلي أحساسنا أو بترفع أحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لأن احنا طبعا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. بالإضافة كمان فترات النهار في زيادة لفترات شطوع أشعة الشمس، فالعوامل دي كلها تخلينا نحس بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد، وأيضا جنوب سيناء. أما على السواحل الشمالية فطبعا درجات الحرارة بتبقى أقل، فالأجواء بيكون عليها أجواء حارة رطبة فترة النهار، لكن نسب الرطوبة على المناطق الساحلية طبعا بتكون أعلى من المناطق الداخلية، لأنها أحيانا بتتجاوز 95%. وكمان خلال فترات الليل مع هدوء سرعات الرياح هنحس أكتر بارتفاع نسب الرطوبة، والأجواء بالفعل أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة رطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. وطبعا مع هدوء سرعات الرياح وتوفر عوامل الرطوبة تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية ومدن القناة. الشبورة المائية دي بتتكون في الساعات المتأخرة من الليل، يعني تقريبا على الساعة 3-4 الفجر بتبدأ تكون الشبورة المائية، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 6 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي من على أغلب الطرق. بالإضافة كمان اليوم متوقع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية، واللي أحيانا ممكن تكون سحب رعدية على بعض المناطق من مدينتي حلايب وشلاتين. كنت هسأل حضرتك فعلا في فرص أمطار أو سقوط أمطار في حلايب وشلاتين النهاردة؟ بالفعل على مدينتي حلايب وشلاتين في فرص لسقوط الامطار الخفيفه الغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، فما فيش منها قلق باذن الله. كمان طبعا متوقع ان يكون في نشاط للرياح بس على المناطق اللي موجوده في جنوب البلاد، احيانا هيقلل احساسهم بنسب الرطوبه، لكن المناطق الشماليه هيحسوا بارتفاع كبير في نسب الرطوبه بسبب هدوء سرعات الرياح. طب بالنسبه لحاله البحر كمان دي مهمه اسال حضرتك عليها، حاله البحر الابيض المتوسط والاحمر وارتفاع الامواج. طبعا هي حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط معتدله تماما، مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع الامواج على البحر المتوسط بيكون ما بين 1.5 لـ2 متر. البحر الاحمر ايضا يعني هو معتدل تماما ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، ارتفاع الموج لا يتجاوز 1.5 متر، فنقدر نقول ان البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ونقدر نستمتع بالاجواء على البحرين باذن الله. لكن دايما في نصايح مهمه نخلي بالنا منها،
لو احنا طبعا هنروح المناطق الساحليه او حتى لو احنا موجودين في القاهره الكبرى، هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، ده مهم جدا. صحيح. لان اشعه الشمس المباشره هتزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره لا قدر الله بتسمنا بضربات الشمس والاجهاد الحراري، فمهم جدا على الاقل فتره الظهيره نتجنب اشعه الشمس المباشره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. لو انا هخرج يبقى معايا شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. مهم جدا نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه العاليه. اخر حاجه هسال حضرتك عليها، هل متوقع ان احنا نستمر في حاله الجو دي لاخر الاسبوع ولا هتنكسر هذه الموجه الحاره؟ لا، متوقع على مدار هذا الاسبوع يكون في ارتفاع في درجات الحراره عن الاسبوع الماضي بحوالي من درجه الى درجتين، يعني متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، مع استمرار كمان ارتفاع نسب الرطوبه. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 36 الصغرى 25، اسكندريه 32 24، مطروح 31 24، سيوه 39 22، بورسعيد 33 25، دمياط 31 25، الاسماعيليه 36 24، السويس 35 24، العريش 33 24، طابة 35 26، كاترين 32 19، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 37 28، الفيوم 37 25، بني سويف 37 25، المنيا 38 24، أسيوط 38 24، سوهاج 38 27، قنا 41 27، الأقصر 42 27، أسوان 42 29، الوادي الجديد 43 25، شلاتين 39 27، وأخيرا حلايب 35 28. طمنا حضراتكم على حالة الجو، بنتمنى إن أنتوا تاخدوا بالكم في ساعات الظهيرة فعلا ما نوقفش في الشمس ونشرب كميات وفيرة من المية. هرجع مرة تانية لأحمد ومنى عشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك. امبارح كان في حفلة خاصة جدا أحياها الموسيقار الكبير عمر خيرت في مدينة العلمين الجديدة وسط حضور عدد كبير من الجمهور العاشق لفنه وألحانه الاستثنائية اللي سايبة علامة في تاريخ قوة مصر الناعمة. موسيقارنا الكبير عمر خيرت قدم خلال الحفلة مجموعة من مقطعاته الموسيقية اللي كلنا بنعشقها زي هي دي الحياة وفيها حاجة حلوة وإمتى الزمان يسمح يا جميل وأندلسية وغيرها. شويه تنظيف للودان كده روقان مع الجو بتاع الساحل، ف بيرفكت تشويس يعني. ريلاكسيشن، حاجه تشيل الضغوط اللي علينا شويه. وعمر خيرت بالنسبه لي عشق، ف عمر خيرت على البحر كده في العلمين، فدي حاجه حلوه يعني ما ينفعش تتفوت يعني. دي مثلا خامس او سادس مره، بس هي اول سنه ان انا يعني احاول ان انا اجي كذا مره. انا اي حته فيها عمر خيرت يعني بحبها قوي، وبحب احضر كل الحفلات بتاعته على قد ما بقدر عشان ساعات مش بلاقي تيكتس. بالنسبة لعمر خيرت حضرت له كتير طبعا برضه قبل كده، تطوير عالمي طبعا يعني، هو تطوير المنطقة الشمالية بالنسبة لجمهورية مصر العربية، ملتقى سياحي جبار، معانا زملاء جايين من كندا واحنا هنا من مصر اوريدي، فكون التطوير ده حاصل نتمنى انه يستمر صيف وشتاء مش صيف بس. انا اول مرة احضر اي حفلة لعمر خيرت يعني، اتس ذا فيرست تايم، بس انها موجودة في العالمين وموجودة في الساحل فهتبقى فيري جود اوبورتيونيتي يعني. Thank you.
زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة إن مهرجان المانجا في محافظة الإسماعيلية انطلق امبارح في دورته الأولى، في حضور كمان لتسع سفراء من تسع دول في الحقيقة، وهيستمر لمدة يومين امبارح والنهاردة. الاحتفالية دي شهدت تنظيم لأماكن لعرض كل أصناف المانجا من خلال منافذ البيع بسعر الجملة. إيه اللي حصل في الكرنفال ده؟ تعالوا نتابع التقرير التالي. صباح الخير عليكم في كل مكان، موجودين معاكم النهاردة من داخل محافظة بتنتج تلت إنتاج محصول المانجا في مصر، وهي محافظة الإسماعيلية، واللي أطلقت النهاردة مهرجان الإسماعيلية للمانجا، وده بهدف العمل على زيادة الصادرات من المحصول وكمان تنشيط السياحة داخل المحافظة. طبعا احنا بنسعى لان احنا نزود صادراتنا من المانجا، في نفس الوقت بنسعى برضو لزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي ده، بالاضافة طبعا اضافة البهجة والسرور على اهالينا في محافظة الاسماعيلية وبقية المحافظات، لان احنا بندعوهم للسياحة الداخلية داخل محافظة الاسماعيلية. I think it's fantastic. It's great. إنه شيء رائع، وأنا أرى مصر تحتفل بواحدة من أشهر الفواكه، وأنا أعلم أن مصر تشتهر بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية مثل البرتقال والمانجو، وأنا موجود اليوم للمشاركة في هذا الاحتفال الرائع. المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يهدف للترويج لمحصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة، إلى جانب جذب الاستثمارات لتنمية زراعتها والترويج للسياحة بشكل عام في محافظة الإسماعيلية. الحال المهرجان ده عمل كذا حاجة، رقم واحد إن هو هيزود إنتاج أو يزود تصدير المانجو على مستوى المحافظة وعلى مستوى مدن العالم كلها، فالتسويق هيزيد. رقم اثنين زيادة السياحة الداخلية لمحافظة إسماعيلية، يعني في ناس بتحب تشتري المانجا بنفسها، تدخل الجنة بنفسها، تختار الحاجة بنفسها، وده هيزود السياحة الداخلية. رقم ثلاثة هيعمل انتعاشة في المحافظة، لأن دايما الفلاح بيدور ممكن يبيع المانجا بتاعته بسعر أقل عشان مش عارف يسوقها. أعتقد إن في الفترة الجاية هيكون السعر هيزيد، هيعمل انتعاشة للفلاح المصري، هيقف جنب الفلاح، هيقف جنب المحافظة الإسماعيلية، لأن هيزود تسويق ويزود السعر. المهرجان بدأ بجولة من السيارات المزينة بالمانجو بشوارع المحافظة، إلى جانب إقامة منافذ لبيع جميع أنواع المانجو بسعر الجملة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط التفاعل وإقبال كبير من المواطنين. فعلا المهرجان حاجة مشرفة جدا جدا، وأتمنى أن يكون موجود كل سنة بشكل بيتطور سنة عن سنة، لأن ده بيبين قد إيه إن إحنا عندنا منتجات محلية وحاجات محلية ليها إج أو سيطرة كبيرة جدا، ونقدر إن إحنا ننافس بيها برا. إحنا مشهورين جدا بالمانجا، ومن حسن الحظ إن السنة دي كان الإنتاج غزير، وكان في كمان أنواع كتيرة قوي بقالنا شوية ما أنتجناهاش، فصادف إن في شتاء طول شوية، فالكلام ده ساعدنا جدا في الزراعة السنة دي. الحقيقة المهرجان فكرته حلوة جدا، أنا سافرت كتير جدا برا مصر 35 دولة، والمانجا أكلتها في بلاد كتير، مفيش أحلى من المانجا المصري. أنا حضرت السنة اللي فاتت مهرجان المانجو، بس ما كانش الدولة مدعماه، كان مهرجان على مستوى الأهالي ومستوى المزارع. طبعاً السنة دي مختلف جداً، حلو جداً، أنا ما كنتش متخيلة أن أنا هلاقي الدعم بالشكل ده، ما كنتش متخيلة أن أنا هلاقي المحافظ، هلاقي المهرجان، هلاقي الفيستيفال، هلاقي احتفالات في مدينة الإسماعيلية. تشتهر محافظة الإسماعيلية بكونها المحافظة الأكبر في إنتاج محصول المانجو على مساحة تتجاوز 80,000 فداناً، ويأتي تنظيم مهرجان المانجو هذا العام بهدف أن يكون انطلاقة لمهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظة الساحلية. شكرا ليكي جرمين إبراهيم. خلينا بقى نشوف حاجة تانية كانت ترند امبارح وأول امبارح، من كام يوم ظهر فيديو كده لشاب مصري وهو بيغني وبيدندن، صوت مصري أصيل خلى فيه حالة كده من الاهتمام الكبير والإشادة بصوته على السوشيال ميديا. هو عنده شغله وهو بيشتغل نقاش، والدندنة دي كشفت عن جوهره
والتفاعل معها الالاف عشان يبقوا في يوم وليله مطرب مشهور ونجوم الفن والغنى بيدوروا عليه. خلينا نتابع. أنا كان لازم أتعاقب عشان راكب في قارب ماشي عكس الموج، ومهما تأزمت بيا حلل فيا عشان أصلا مشيت معه. يعني فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت رحلة البحث عن أحمد سالم صاحب الفيديو. الفنان رامي جمال على الانستجرام شير الفيديو ده وبدأ يسأل مين الشاب ده، حد يعرف يوصلني ليه، ودخلت على الخط نجلاء بدر نفس القصة، وأصبح في حالة من حالات التفاعل الشديد. وإحنا دلوقتي معانا الشاب ده وهو أحمد سالم، منورنا. صباح الخير يا أحمد. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. ايه الروعة اللي احنا سمعناها دي يا احمد؟ ايه اللي حصل معاك في اليومين اللي فاتوا؟ قول لي. ربنا يبارك في حضرتك الاول، وبشكر راديو طبعا، وبشكر كل اللي مع حضرتك فريق الاعداد. وانا والله اللي حصل معايا انا لحد دلوقتي يعني مش متخيل بصراحة، انا لحد دلوقتي مش مستوعب اللي حصل معايا ده بصراحة. ربك لما بيأذن. دي حقيقة، دي حقيقة فعلا. يعني هو الحمد لله ان ربنا كبير، والحمد لله ان الفيديو ده بقى له ازيد من سنة ونص. انا اللي انا عرفته ان الفيديو ده بقى له سنة ونص وكان في دبي تقريبا او في الامارات. الفيديو ده حضرتك انا مصوره في دبي القصة. فعلا من سنة ونص. وكان على قناة بسيطة، يعني قناتي على اليوتيوب كانت بسيطة جدا، و يعني انا كنتش متوقع حاجه زي كده في سنه. هو كان جايب معايا 10,000 مشاهده على قناه اليوتيوب. نعم. دلوقتي انا اخر رقم سمعته تقريبا معدي يعني. فالحمد لله يعني ده توفيق من عند ربنا وكرم كبير من عند ربنا، يعني ان الواحد صبر وكده. فالحمد لله. قول لي بقى يا احمد، ناوي تحترف الغنى؟ يعني لو جات لك الفرصه، انا عارفه ان في كذا حد بيدور عليك وكذا حد بيحاول يتواصل معاك. انت فنان انا شايفه شغل بانوهات معمول بالمذهب وتحته شغل ابيض كده وشغل كبير، يعني انت فنان في النقاشه وفنان في الغنى، هتكمل في ايه؟ متشكك جدا طبعا. الطريق اللي هيبقى مفتوح ان شاء الله قدام مني ان شاء الله هكمل فيه يعني. ربنا يفتح لك كل الطرق. ربنا يبارك فيك يا فندم، ربنا يبارك فيك. طيب احمد، انا عرفت ان الفنان رامي جمال تواصل معاك بالفعل. طبعا. احكي لي ايه اللي حصل وتواصل معاك ازاي، وايه اللي دار ما بينكم في المكالمه، وهل هيبقى في عمل فني قريب؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا تواصلت مع الاستاذ رامي، محترمه جدا يعني، تواصل معايا فعلا، ونفس الكلام اللي مكتوب في التعليقات هو الراجل بالفعل قال لي نفس الكلام مباشر مني ليه. فدي حاجه بسطتني جدا يعني الحمد لله. وقال لي احنا انا بنفسي بعمل لك اغنيه هديه مني ليك، وبعمل لك وبعمل انا وانت اغنيه دويتو. فاذا سمحت. قلت له حضرتك ده شرف كبير ليا يعني ازاي اذا سمحت. قال لي لا يا حبيبي، انت شرف على مصر كلها وكده يعني. لا اذا سمحت لنا انت بقى بمجرد ما تعمل الاغنيه دي ناخد بيها اهداء لينا هنا في صباح الخير يا مصر، عشان نعرض الفن الاصيل اللي بقالنا سنين ما سمعناش، يعني الصوت العذب ده يعني. الله يعزك يا فندم، ده شرف ليا طبعا، ما عنديش اي مشكله ان شاء الله. كل حاجه تجهز واكيد هتبقى مع حضرتك يعني كل حاجه. أحمد سالم الفنان سواء في النقاشة أو في الصوت الحلو، شكرا ليك وبالتوفيق ليك يا أحمد. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا، اتفضل يا دينا. شكرا لك. من الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر المقبل 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا من خطر انتشار المجاعة في القرن الإفريقي، كما شدد على أن هناك حاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازوفغايف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، وطالب حاكم سيفاستوبول من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الروسي. وفي السياق ذاته قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسية إن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا. أعلنت ليتوانيا تجديد أنظمة المراقبة على الحدود مع بيلاروسيا، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلو تيتو إن أنظمة المراقبة تغطي ما يزيد قليلا على نصف حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون التغطية الكاملة لنظام المراقبة على الحدود في مكانها بحلول نهاية العام. دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شايلنبرغ إلى تعزيز كافة جهود الإغاثة الإنسانية في مختلف مناطق النزاعات حول العالم. وقال وزير خارجية النمسا إنه يجب دعم تكريم عمل العاملين في المجال الإنساني والدعوة إلى سلامتهم، موضحا أن النمسا تعتبر من أشد المؤيدين لتطبيق القانون الدولي الإنساني وزيادة تطويره لحماية عمال الإغاثة في النزاعات المسلحة. سجلت الصين 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 639 إصابة مصحوبة بأعراض و1715 بلا أعراض. وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات عند 5226 حالة. وأظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين 4 إصابات مصحوبة بأعراض. تراجعت اليوم حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا، وذلك على مدى أيام، وأجبرت 100 الأشخاص على ترك منازلهم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تراجعت في المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا، وألغيت التحذيرات من الأمطار الغزيرة، موضحة أنه لا يزال التحذير من هطول أمطار غزيرة ساريا في فيوردلاند في جنوب غرب الجزيرة الجنوبية. ختام موجز الثامنة، فاصل عود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح عليكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وعندنا ملف وموضوع مهم جدا، وهو أحدث مشروعات تربية الحيوانات في وزارة الزراعة. وزارة الزراعة دلوقتي اتجهت لتربية الغزلان والنعام، وزي ممكن بتكلفة قليلة جدا يكون عندك مزرعة تقدر تربي فيها الأنواع دي وتجني من وراها عائدات مربحة ومضمونة. السر في المشروع ده هنعرفه من زميلنا محمود جميل اللي عمل معايشة مع أصحاب المزارع الخاصة بتربية الغزلان والنعام في محافظة القليوبية. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. مين فينا مش بيكون قاعد كده مع أصحابه ويقول لهم أنا نفسي في فكرة مشروع؟ طبعا كلنا بنعمل كده، بس الفكرة بقى الوقت اللي بيستهلك في التفكير في مشروع يكون سهل ومضمون وأعرف أنفذه وينجح. احنا بقى النهاردة جايين لكم بفكرة مشروع مختلفة وجديدة ومش منتشرة قوي. عمرك فكرت قبل كده في تربية النعام والغزلان؟
عارف انك ممكن تستغرب الموضوع شوية لانه مش منتشر قوي، بس ده الواقع. فكرة مربحة وكمان بتزود دخلك، خاصة لما تعرف سعر كيلو لحم الغزلان والنعام دلوقتي وصل لكام. احنا موجودين معاكم من تجربة حقيقية على ارض الواقع من احدى مزارع تربية النعام والغزلان بمحافظة الغربية. صاحبها اسسها كفكرة مشروع ومع الوقت نجحت. احنا بقى موجودين النهاردة عشان نعرف ازاي الفكرة نجحت وازاي المشروع ده بينجح باقل التكاليف والامكانيات لدرجة انه يطلق عليه مشروع المليونير. دايما بنسمع عن تربية النعام والغزلان في المحميات والحدائق نظرا لان طبيعة تربيتهم بتحتاج لمكان مناسب وملائم، لكن احنا النهارده بنقول لك انك ممكن تنفذ المشروع في مكان ومزرعة صغيرة زي اللي احنا موجودين فيها، وكمان هفاجئك انك ممكن تنفذ المشروع فوق سطح بيتك. انت بس بتكون محتاج لدراسة جدوى للمشروع قبل ما تنفذه وتعرف بعض التفاصيل الخاصة بالرعاية والتربية، وده اللي هنعرفه من صاحب المشروع والمزرعة المهندس بهاء الدين. صباح الخير على حضرتك باشمهندس بهاء، وبرحب بيك في برنامج صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس بهاء. حابب اسال حضرتك في البدايه، ليه اصلا قرار مشروع تربيه النعام والغزلان؟ بالنسبه لي انا هي هوايه، انا من وانا صغير بحب الحيوانات، بحب الطيور، بحب الحاجات دي، بحب اربي الحاجات دي. فهي هوايه، فبدات اشتغل في الحاجه اللي انا بحبها. يعني هو دايما في مثل عندنا بيقول لك دايما عايز تنجح اشتغل الحاجه اللي انت بتحبها. يعني حبيت شغلك هتبقى ناجح فيه. باشمهندس بهاء، ازاي بدات الفكره وكانت ايه ابرز الاسباب اللي كانت متوفره في الوقت ده ويمكن دفعتك ان انت تبتدي على طول في تنفيذ مشروع تربيه النعام والغزلان؟ لما شفنا دراسات الجدوى للنعام والغزلان لقينا ان هو اهم حاجه انك توفر له البيئه المناسبه ليه. حتى انت ممكن على سطح البيت عندك تشتغل، انك توفر البيئه المناسبه ليه على سطح البيت عندك خلاص تشتغل. محتاجش مساحات كبيره قوي، الغزلان مثلا مناعته عاليه، حيوانات مناعتها عاليه، طيور وحيوانات معمره. يعني النعام بيعيش لحد 80 سنه، فطير معمر مناعته قوية جدا، بيستحمل كل عوامل الجو. طيب باشمهندس بهاء، لو حد دلوقتي بيفكر ان هو يبتدي على طول ينفذ مشروع تربية النعام، ايه دراسة الجدوى اللي ممكن يعملها ويعملها ازاي، وايه المتطلبات الأساسية اللي لابد توفرها علشان اي حد يبتدي ينفذ مشروع تربية النعام؟ هما حاجتين اتنين، اول حاجة راس المال المناسب والمكان المناسب. بالنسبة للنعام، البيئة المناسبة ليه تربة رملية، مكان تربة رملية زي دي كده ومظلة صغيرة زي اللي احنا شايفينها دي، يبقى مكان مفتوح تربه رمليه مظله صغيره بس دي كده البيئه المناسبه للنعام. هو كمشروع مشروع كويس جدا، مناعتهم عاليه، معدل تحويلهم عالي، بيوصل في 10 شهور فتره قصيره جدا لاكثر من 100 كيلو، متوسط وزنه 100 كيلو، جدوى الصيدليه منهم عاليه جدا، يعني اللحم بتاعهم بيتباع، الجلد بيتباع، الريش بيتباع. يعني عايز اقول لحضرتك ان الريش بس ده كيلو الريش ده ب 1500. في ورش متخصصه في القاهره في الجماليه بتعمل منافذ بتاع التراب دي، تبقى لها عصايه كده ومريش كده بتاع التراب. صحيح، دي الورش دي متخصصه بس ده شغلها بس ريش النعام. بيشتغلوا في ريش النعام ده. ده يمكن كمان حضرتك سبقتني بسؤال ان هو بيتم استخدام طبعا في بعض الصناعات اللي موجوده ويمكن منها اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه دلوقتي. النعام كل حاجه في النعامه بتستخدم. يعني انا عايز اقول لك جلد النعامه بيستخدم في الصناعات الجلديه. ريش النعام كيلو الريش ب 1500 جنيه. الجلد بيتباع، اللحوم بتاعتها مفيده جدا، فيها نسبه كالسيوم ومعادن وحديد مفيده جدا كبيره جدا. يعني مطلوب، يعني دايما دكاتره التغذيه بتنصح الاطفال وكده ان هم لازم يستخدموا بيض النعام ولحم النعام. باشمهندس احنا عندنا طبعا نوع اوروبي ونوع مصري، ايه الفرق ما بينهم وحضرتك بدات بايه؟ لا، بالنسبه للغزلان، هو الغزلان بنربي الاوروبي بس انه بيجي استيراد من بره واحنا بنعمل على اكساره انتاجه واكساره، غير ان هو كمان حجمه كبير عن المصري بتاعنا. لكن المصري بتاعنا مهدد بالانقراض، ممنوع صيده او تربيته. فبنشتغلش في المصري بتاعنا خالص، بنشتغل فيه الاوروبي. الاوروبي بيجي استيراد من بره، بنستورده من اسبانيا ومن بلجيكا ومن الدول دي، واحنا يعني ايه بنعمل على تربيته هنا وايه اكساره. بيخلف عندنا وبينتج ما شاء الله كويس جدا ومناعته قويه برده. شوانس، ايه السلالات اللي موجوده والنادره منها؟ طيب، هو بالنسبه للنعام، النعام ده افريقي اسود الرقبه اللي قدامنا ده، النعام ده افريقي اسود الرقبه، وهو ده المنتشر في مصر. هو النعام ثلاث سلالات في العالم كله، احمر الرقبه وازرق الرقبه واسود الرقبه. احمر الرقبه ده بيكون حجمه صغير وشرس وانتاجه مش كتير. اسود الرقبه ده انتاجه كتير، الازرق الرقبه انتاجه كتير وحجمه كبير بس انتاجه صغير مش انتاجه كتير. فالهجين بتاعهم بقى هو اسود الرقبه ده. فعمل لنا بقى سلاله زي ما شايف كده، هاديه مش عنيفه زي احمر الرقبه، مع البنادمين هاديه، بتحول انتاج لحم كتير، خيتها من الازرق الرقبه دي، من
الفصيلة دي خدتها منها وإنتاجها كتير. بيطلق على المشروع مشروع المليونير. حابب أعرف بقى باشمهندس بهاء إزاي بيحقق ربح لصاحبه وكمان زيادة في الدخل الخاص بيه. النعام ده لما بيبدأ ينتج بيبدأ ينتج عند عمر سنتين ونص لثلاث سنين بيبدأ ينتج، فهو طير ده جيلي زيه زي الفراخ بالظبط، بتبيض بيضة كل 48 ساعة. سعر البيضة دي 1000 جنيه، البيضة المخصبة 1000 جنيه، كتكوت منها 2000 جنيه لسه فائس. عشان كده ان هو بيبتدي يحقق ربح. انت عندك حاجة بتجيب لك بيضة كل يوم ب 1000 جنيه. خاصة سعر اللحمة دلوقتي او سعر كيلو اللحمة ليه. وصل كام سعر كيلو اللحمة دلوقتي؟ هو لحم النعام النهاردة يعني متوسط سعره من 250 جنيه لحد 400 جنيه، على حسب المكان بقى اللي انت هتربي فيه فين. لو تكلمنا باشمهندس عن موسم تزاوج النعام وايه افضل وقت ممكن تبيع فيه النعام؟ هو منتج طول السنة ما عدا بيريح شهر 2 بس، شهر 10 و11 دول بيريح، بيطلع فيهم بيض وبيريح، بعد كده يبدا بقى يشتغل من اول وجديد. عنقود النتاية فيها عنقود بيض تبيضه، بيضه كل 48 ساعة. أسرة النعام المنتجة بتبقى ذكر وانثيتين، يعني كل أسرة بنعملهم ملاعب لما يكبروا، ده دول مع بعض عشان دول متكتكيت لسه بيتسمنوا لسه، لكن لما بيبقى عندي أسر بياضة بقى ملاعب، كل ملعب فيه ذكر وانثيتين. حاجة مهمة جدا في مشروع تربية النعام وهي التسويق، بتسوق ازاي يا باشمهندس وايه الاماكن اللي ممكن تشتري منك وهل بتصدر بره مصر ولا لا؟ احنا بنطلع بره مصر بس الكتكوت الصغير، ما بنطلعش لحمة لحد دلوقتي، بنطلع الكتكوت الصغير مطلوب في كل الدول العربية طالبينه وبيطلبوه مننا. لكن بالنسبة للحم احنا اللحم بنطلع للمطاعم، فنادق، محلات، يعني هو لما يكون السعر مثلا في قرية زي هنا مثلا في المحلة الكيلو ب 250 جنيه واللحمة العجالي والبقري دي ب 220 جنيه، فالفرق ما عادش بسيط، ما عادش كبير، فخلاص ما فيش فرق. فتلاقي يعني انا وانت وكده تلاقي ما عايز اجرب لحم النعام وعايز اشتري، فهو بقى متداول عليه، واللي بيجربه مره بقى يعني بيحب لحم النعام. هل المطاعم مثلا بتشتري منك وفي جزارين بيشتروا منك؟ بس مش معينه، هو بيشتغلوا كل حاجه. يعني في مطاعم بتبقى شغاله كل الاكلات، من ضمنها في المنيو بتاعهم لحم النعام موجود، لحم الغزال في المنيو بتاعهم. ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجه اي حد بيربي نعام وغزلان؟ هو في التحضير، الكتكوت الصغير هو لسه فائز بيعوز خبره معينه مش اي حد يربيها، يعني بيعوز درجه حراره معينه وبيئه مناسبه جدا انك تحضن الكتكوت من عمر يوم لحد عمر شهر. فاي مربي لسه ما عندوش خبره قوي في تربيه الحاجات دي ما يشتريش الصغير قوي، يعني يبدا بشهرين ثلاث شهور. الاعمار الصغيره من دول ده مثلا كثلاث شهور. يبدا بالاعمار دي، ما يبداش بالكتكوت الصغير لسه فايز ده، اللي بيحتاج خبره معينه مش اي حد بيعرف. لو لسه حد ما عندوش الخبره دي ممكن يموتوا منه، يبقى عنده نسبه النفع عاليه، لكن لما ياخدها الحاجات دي كبيره معديه الريسك خلاص بتنام في الطله خلاص. بس هو مجرد عدى ثلاث شهور دول خلاص ما عادش تقلق عليه بقى خلاص. باشمهندس شايف هل الفكره منتشره في مصر ولا بقت مقتصره على المحميات والحدائق؟ لا سوق النعام بقى منتشر جدا في مصر، خصوصا ان هو سهل تربيته، في مربين كتير شباب صغير بيربيه فوق سطح البيت. يعني انت لو عندك سطح البيت يعني بقيت مهيئه ان هو زي مزرعه تربي عادي، هتعمل ايه؟ هتفرش طبقه رمل وتعمل مظله وتعلي السور شويه كده، خلاص بقى سطح البيت عندك اكنه مزرعه بالظبط. مهم جدا ان احنا نعرف بقى الرعايه الطبيه بتتم ازاي، هل حضرتك بتراعيهم طبيا وبتقدم ليهم الرعايه الطبيه ولا بيكون في دكتور بيطري بيكون هو المشرف على رعايتهم طبيا؟ احنا بنتابعهم طبيا، هو امراضهم مش كتيره ومش منتشره زي ما حضرتك، هو طائر معمر بيعيش 80 سنه زي البني ادم بيعيش 80، متوسط عمره 80 سنه، فهو الامراض بتاعتهم بتبقى نادره، يعني جالك برد بتاخد حاجه طارئه للبرد لكن مش حاجه معينه. جنب بقى احنا ممكن بنهتم بالطير بتاعنا ان انا مثلا اديله ايه يعني مضاد حيوي، فيتامين، حاجات اهتمام مني بالطير بتاعي، كالسيوم في الميه كده، يعني اهتمام مني بالطير بتاعي. هل في اصابات معينه يا باشمهندس ممكن يعني تصيب النعام وازاي ممكن تتجنب حدوث الاصابات دي اصلا؟ لا هو ما بيتسببلوش اصابات ولا حاجه الا لو انا بقى يعني حطيته مثلا جنب دواجن او جنب تربات او فراخ او طيور تانية. الدواجن والحاجات دي بيجيلها امراض كتيره جدا، فممكن بقى الامراض دي تتنقل للنعام، فعشان بنصح اي حد عايز يربي نعام او حاجه زي كده، طبعا ممنوع بطه او دواجن او حاجات دي قريبه منهم. ليه؟ مش عشان حاجه، لان الحاجات دي بيجيلها امراض كتيره جدا وبتنقله للنعام بعد كده. لكن انت مكانك نضيف ومكانك مفيش جنبه طيور ولا حاجات من دي تقلقش على النعام خالص. هل في معاملة خاصة بتتعامل بيها معاهم؟ لا بالنسبة للنعام ولا أي حاجة خالص، هو طير تحط له أكل ومية بس، مش محتاج منك أي حاجة، إنك تحط له أكل ومية بس ويكون مكان مناسب وملائم ليه. بنربي كتاكيت التسمين دي لحد عمر 10 شهور، يعني متوسط عمر 10 شهور بيكون وزنها 100 كيلو تقريبا. بنبدأ يعني وصلت ال 10 شهور دي بنبدأ ننقيها بقى، عرفنا الذكر من النتاية. في الغزلان الأسرة بتبدأ بإيه؟ الغزلان الجزء المنتج الكبير
بسعره تقريبا 35000 جنيه. الذكر 15 والنتاية 20. ده عمر سنتين ونص جاهزين للإنتاج إن شاء الله. مهم جدا نتكلم عن العمالة المتطلبة للمشروع. أنا شايف إن إحنا في مزرعة صغيرة ويمكن حضرتك كمان الوحيد اللي يعني بتنفذ المشروع. هل متطلب عمالة كتير ولا ممكن يقوم المشروع على فرد أو فردين؟ إحنا عملنا مثلا شباب صغيرين زي يشتغلوا زي يعملوا مشروع. فجبت حركة هنا النهاردة مش محتاجة أي حاجة. الصبح نص ساعة بتحط تملأ جردلين المية وتحط جردلين العلف. آخر النهار نفس الكلام بس مش أكتر من كده. حضرتك كنت بتقول باشمهندس ان ممكن تنفذ طبعا المشروع على سطح بيتك وده اللي حضرتك كمان عملته ونفذته. فازاي بدات الفكره وهل كان الموضوع صعب ولا سهل في البدايه؟ هو اول البدايه خالص عشان كانت اكيد صغيره وربناها في اوضه على سطح البيت. وكان الموضوع سهل جدا وكان لذيذ قوي. يعني انت كنا بنقعد جنبها كتير بالساعات ناكلها تقعد تاكل من ايدينا وكده وكنا فرحانين بيها جدا. فالموضوع سهل جدا. بعد كده بدانا نوسع بقى بدانا نعمل مزرعه اثنين نكبر الموضوع. عندنا حاجات مزارع للتسمين مزارع الكتاكيت الصغيره دي تربيها لحد ما تكبر لو حد عمره معين مزارع الاسر البياضه. فالموضوع سهل ان شاء الله يعني بيبدا صغير بس بيكبر. يعني نصايح حضرتك بقى يا باشمهندس لاي حد دلوقتي بيشوفنا وبيفكر ان هو يبتدي ينفذ مشروع تربيه النعام؟ بالنسبه للنعام ما تقلقش منه خطأ. يعني اهم حاجه ما تاخدش عمر صغير اللي هو لسه فايز دوت عشان سعره ارخص ما تدورش عليه. خد حاجه كبيره حاجه زي كده الامار دي تكون يعني تستحمل بمناعتها خلاص خدت مناعتها وعدت الريسك الفتره الاولانيه دي وتوكل على الله ما تقلقش. بنصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اتحاد الكرة بعت خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بيخطروا بمعاد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري في 16 أكتوبر. وطالب اتحاد الكرة في خطاب استثناء مسابقة كأس مصر من شرط تجميد المسابقات الرسمية في فترة التوقف لكأس العالم في قطر. فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 في دور الثمانية ببطولة أفريقيا المقامة في تونس. وده بعد ما نجح منتخبنا في التأهل لدور الثمانية وهو محقق العلامة الكاملة بالفوز في كل المباريات. فريق رايو فيليكانو اقتنص 3 نقاط بعد الفوز على فريق اسبانيول بنتيجة 2-0 في مباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح ضمن الجولة الثانية من الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني. وبكده خلصت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لمنة وأحمد عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير مصر. شكرا ليك يا دينا. لسه كلامنا عن الرياضه مستمر وكلامنا عن مباراه الزمالك امبارح برضو مستمر. 3 نقاط رجعت الزمالك لمجد غائب من يمكن نقول 18 سنه. فوز الزمالك على فاركو وفق لحسابات الكوره والنقاد ممكن يعتبر كده انه قرب من الفوز بلقب الدوري. فاضل مباراة واحدة هتضمن له الفوز بشكل رسمي من غير ما يبص لباقي مباريات الأسبوع. الزمالك بعد فوزه امبارح عمل رقم قياسي ما تحققش من سنين طويلة وهو الفوز في 10 مباريات ورا بعض في الدوري العام في الأسبوع اللي انتهى من الدوري. إيه اللي هيحصل في الأسابيع الجاية؟ إزاي الأندية تستعد للموسم الجديد؟ كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد الجبالي الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذة منة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أستاذ محمد خلينا نبتدي كده الكلام. 3 نقاط فارقة وثلاث نقاط نقدر نقول إنهم فرحوا الزملكاوية أكتر من كل اللي فات لأن كده إحنا بنقول إن الزمالك وصل لمرحلة قوية جداً وبقى متميز جدا وماشي بخطة ثابته جدا وخلاص فاضل على الحلو والتكه زي ما بيقولوا. طبعا كان مباراه فاركو امبارح كانت مباراه مفصليه بالنسبه لفريق الزمالك لان هو يعتبر من حوالي 6-7 مباريات كده والبطوله تناديه بطوله الدوري تناديه كده الزمالك بقي له مباراه الاتحاد اللي جايه لو فاز بيها هيعلن رسميا ان هو بطل الدوري لان باقي المباريات مش هتبقى مؤثره في عدد تحصيل النقاط تحصيل حاصل تعتبر. الزمالك بكل امانه البطوله دي تعتبر بطوله استثنائيه له ويستحقها بجداره
سواء بالأرقام أو بالأداء الفني أو بالتلاحم الجماهيري أو بالتلاحم الإداري داخل الفرقة وتلاحم مجلس الإدارة. الزمالك من خلال جميع الأحوال والأجواء المحيطة به يستحق بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، ولو تحققت وده قريب جدا ان هي تتحقق، هيعتبر الزمالك دي من 2002 و2003 دي المرة الثانية اللي حقق بطولتين ورا بعض. كان قبل كده مع الدكتور كمال درويش 2002 و2003 و2003 و2004، والموسم اللي فات والموسم ده يعتبر بطولتين دوري ورا بعض. انا بعتبر ان البطولة دي بالنسبة للزمالك بطولة استثنائية وتاريخية في نفس الوقت للظروف المحيطة اللي مرت بالفريق على مدار الموسم اللي فات كله. مش موسم فات بقى كده، حاجة بتتكلم على تقريبا 10-15 سنة ما شفناش الزمالك في توهجه وقمة مجده، ويبدو كده ان الزمالك فتح دولاب البطولات ومش عارفين هيقفلوا امتى يعني، ويا رب ما يقفلوا يعني. طبعا احنا بنتمنى الفوز يعني، احنا عارفين طبعا اهلي زمالك اسماعيلي مصري دول يعني اقطاب الكره المصريه تحديدا يعني، فاي مكان مين اللي بيجني يعني هذه البطولات احنا بنكون سعداء ومبسوطين اكيد طبعا. هي المنافسه طبعا 10 متوشه ورا بعض، اللهم لا حسد يعني، فوز وفوز متتالي، ماتش في الثاني في الثالث لحد 10 مباريات، السبب فين؟ السبب فين؟ هو انا هقول لك على حاجه، هو دلوقتي الزمالك من يوم 17/5 يعني داخلين في 3 شهور كده، من يوم 17/5 كان اخر خساره ليه كانت في طلائع الجيش 1-0. من يوم 17/5 حتى مباراه الامس لعب 16 مباراه في الدوري والكاس، فاز في 15 وتعادل في مباراة اللي هي كانت أمام الأهلي. صحيح. 12 فوز متتالي منهم 10 في الدوري و2 في الكاس. الأسباب إيه؟ أنا واحد من الناس اللي مقتنع تماماً كمبدأ عام، إذا تحقق النجاح أو تحقق الفشل فتش عن الإدارة. إدارة مجلس إدارة، إدارة جهاز كورة، إدارة ملعب. إذن السبب الرئيسي بعد الجماهير وخصوصا جماهير الزمالك خلال الفتره اللي فاتت دي حاجه مشرفه للغايه. صبروا كتير برضو يا كابتن. صبروا كتير طبعا، وفي نفس الوقت يعني مثلا على سبيل المثال مباراه الاسماعيلي ومباراه فاركو فنيا الزمالك بدا يقل، ولكن قوه الدفع الذاتيه بتاعه الجماهير والروح المعنويه بتاعه اللعيبه واداره الجهاز الفني ساهمت بشكل كبير. صحيح. مباراه الاسماعيلي عمل مباراه ممتازه وقويه جدا، فاركو الشوط الثاني امبارح كان فريق مميز للغاية، ولكن وجود الجماهير وإدارة الجهاز الفني للفرقة من الداخل كان ليه سبب كبير جدا ان هو يكسب الماتشين ورا بعض. اذا السبب الاساسي بعد الجماهير من وجهة نظري الإدارة. إدارة هنا بتنقسم الى 3 حاجات: إدارة مجلس إدارة، إدارة جهاز كورة، إدارة فريق داخل الملعب او داخل غرفة الملابس. الإدارة تتسبب في نجاح وفشل اي منظومه بشريه. وده ينطبق على الزمالك بشكل كبير جدا. لو جينا نقول اداره كمجلس اداره وفر كل حاجه للجهاز الفني واللعيبه، اداره جهاز فني بقياده امير مرتضى قفل على الفرقه بشكل كويس جدا، منع التصريحات. بس في كلام هنا يا استاذ محمد ان فكره النجاح الحقيقي اللي حصل ده هو فكره ان مجلس الاداره ادى كل الصلاحيات للجهاز الفني، ما هو لا يتدخل في اي امر من امور الجهاز الفني، هو ده اللي خلى المدير الفني للزمالك يبدع ويبتدي اللي هو يركز في كوره فقط. بالظبط، مفيش نزاعات. ده غير ان هو اداله الصلاحيات، وافق على جميع اي قرار ياخده. في لعيب اتعاقب مثلا على سبيل المثال سيف الجزيري اتاخر يوم، اتركن ماتش في مستحقات بياخدوها في ميعادها، بمعنى اصح قال للجهاز الفني انت رئيس جمهوريه الكوره في نادي الزمالك، والجهاز الفني تعامل من هذا المنطلق، ولذلك الفوز بدا يجيب فوز. ده بالاضافه الى نقطه مهمه جدا محدش واخد باله منها، العدل الذي يطبقه فيريرا داخل الفريق. يعني احنا شفنا الزمالك بياخد بطولة دوري للعام الثاني على التوالي في ظروف لا أحد يصدقها. من ضمن الظروف دي شفنا 4 لعيبة من الشباب متوهجين. حسام عبد المجيد بيجيب جون الفوز بالأمس، في عندك سيد نيمار. صحيح. عندك يوسف أسامة، عندك سيف جعفر، لعبوا وبدأوا يعتبروا من الهيكل الأساسي داخل الفريق. إذن الإدارة
اداره جهاز فني، اداره الاداره مجمده قلبها بتجرب بمنتهى الثقه، واللعيبه مستجيبه، وفي شكل كده من التشجيع وفي نفس الوقت الحسم. فاعتقد ده اللي ظاهر لينا انه في الاخر في نتيجه. في نتيجه، ما هو ده النتيجه ايه؟ ان انت لو حتى فنيا حصل دروب في بعض الماتشات، ظروف مثلا رحيل بن شرقي، ظروف عدم وجود محمد ابو جبل، رحيل طارق حامد، ثلاث لعيبه ممكن يكسروا ظهر اي فرقه، خصوصا كانوا اساسيين بشكل اساسي. رحيل بن شرقي الناس كلها قالت ان بعد رحيل بن شرقي الفريق هيتاثر، ما لقيناهوش متاثر. ده ليه بقى؟ عشان فيريرا عارف يسوق بالزبط. عشان عارف يشتغل باللي موجود معاه، ولا علشان خاطر عرف يعيد التعامل مع الناس اللي موجودة ويعيد تدريبهم ويحط كل واحد في الهيكل ويشوف هو عنده النواقص فين وابتدى يكمل؟ بالظبط. فيريرا بيعتمد على شكل الجماعية داخل الفريق، لا يوجد نجم أوحد، لا يوجد لعيب هو ده الأساسي في الفريق. في لعيبة مميزة للغاية كانت بتقعد احتياطي، شيكابالا بيستعين بيه في فترات من الشوط الثاني، بن شرقي رحل للبديل، لقينا محمد عبد الغني لاول مره تحصل بيلعب ديفندر مكان طارق حامد، لقينا امام عاشور بيتوهج وبيأدي بيعيد من اكتشاف أفضل مهارات اللاعبين كمان. اكتشافه في نفس الوقت الجهاز الفني لما بيدي ثقه للعيبه داخل الملعب اللعيب بيزيد بيزداد الثقة. وفي نفس الوقت لما يجي يقول أنا الدوري قرب وبطولة كاس، أنت واخد بطولة كاس والدوري قرب، ده بيفرق معنويا. وضيف على ده كله حالة التوهج والتلاحم الجماهيري الغير طبيعية واللي هي لم تحدث منذ سنوات كتيرة. ومش حرمان ولا حاجة يا أستاذ أحمد، لأن الزمالك هو يعتبر بطل الدوري الموسم اللي فات برضه. هنا لا يعتبر هو بالفعل هو بطل الدوري. لا ننكر عشان ندي كل واحد حقه، لا ننكر عمل اللجنة السابقة بقيادة كابتن حسين لبيب، سلم مجلس الإدارة الحالي بعد عودته بتجديد عقود أهم أربع لعيبة في الفريق، زيزو، محمود الونش. اللعيبة دي كانت هتفرق كتير جدا، وخصوصا كانت عقودها منتهية. هي كده جيل بيسلم جيل، إدارة بتسلم إدارة، وده اللي في الآخر بيؤدي إلى نتائج طيبة. النجاح دايما النجاح بتبقى في منظومة كاملة متكاملة. مش في شخص منفرد هو اللي بيصنع النجاح، وده حقيقي وكل متفق على ده. في مباراة هامة جدا غدا، وهي الأهلي أمام الإسماعيلي. ويمكن حضرتك لسه كنت بتتحدث عن فكرة المباراة اللي شفناها الزمالك والإسماعيلي، وشفنا الإسماعيلي قدم فيها مباراة طيبة جدا وأداء كان قوي. فأعتقد مباراة الغد هي مباراة قوية وهتكون مباراة صعبة، لأنها هتدخل ضمن المنافسة للمركز الثاني ما بين بيراميدز وما بين الأهلي. شايف المباراة دي إزاي؟ وشايف الصراع نفسه على فكرة الوصيف أو المركز الثاني في الدوري إزاي؟ هي طبعا بكل تأكيد هتبقى مباراة مهمة ومباراة ممتعة في نفس الوقت. هو الإسماعيلي عودنا خلال الفترة الأخيرة بعد ما نجا من دوامة الهبوط أنه هو بيلعب مباراة قوية، ولكن بعد مباراة الزمالك أدى مباراة ضعيفة وخسر. مباراة الأهلي بكرة تعتبر من المباريات المؤجلة للأهلي. الأهلي كده بقي له أربع مباريات منهم مباراة الإسماعيلي. هنا بقى في الأهلي بيواجه مشكلة في الأربع مباريات المتبقيين له، زي ما بتقول يا أستاذ أحمد، موضوع الوصافة وموضوع المركز الثالث. دلوقتي بيراميدز فارق عن الأهلي خمس نقاط. لو بيراميدز فاز في الثلاث ماتشات اللي جايه والاهلي فاز في الاربع ماتشات اللي جايه، هيبقى الاهلي مركز ثالث. وعلى فكره دي ما تحققتش في تاريخ الاهلي غير ثلاث مرات سابقه، ان هو ينهي مسابقه الدوري بمركز ثالث. انا عايز اقطعك يا استاذ محمد، سؤال عبد الصمد واجابه حضرتك حاسه انها واخداني كده في سكه ان الدوري اتحسم. انتوا كده مش يعني احنا مش شايفين ان الدوري لسه في الملعب؟ بيراميدز امبارح كسبان 5 وبينه وبين الزمالك 7 بونت، ده فاضل له 3 وده فاضل له 3 مباريات مؤجله وده فاضل له 3 مباريات او مش مؤجله 3 مباريات. فانت بتتكلم برضو انها مش بعيده، لو ربنا يبعد الشر عن الزمالك وعن بيراميدز وعن الاهلي وعن كل الفرق، لو ما اتحسمتش في الاتحاد اللي جايه
مش بعيدة برضو. لا هو بص نظريا على الورق ولا خلاص كده كلام عبد الصمد وكلامك اللي يعني ما نتفرجش على الدوري خلاص الدوري خلص عرفنا مين اللي فايز. احنا بنقول ان الميزه الفتره اللي فاتت ان الدوري من اول بدايته لغايه في شد وجذب في الملعب ما بقاش زي الاول الناس من اول خالص خلاص محسوم وزهقت وابتدت تدور في انا نصيحه يعني نصيحه ان احنا الفتره اللي جايه ندور على مين هيهبط مع المقص المقاولين مش احسن مين هيهبط حاجة. الدوري يعتبر بنسبه كبيره جدا محسوم. ليه بقى؟ لو افترضنا ماتش الاتحاد وده يعني انا سامع من امبارح الاداره بتطلب فتح استاد القاهره للجماهير ان هي جماهير الزمالك تحتفل يوم الثلاث. الزمالك نظريا عنده ثلاث ماتشات عايز من الثلاث ماتشات ثلاثه بونت. ده بافتراض ان بيراميدز والاهلي فازوا في جميع الماتشات، ولكن هي نظريا او بنسبه 99 الدوري اتحسم. احنا نبدا ندور بقى على مين اللي هيهبط مع فريق مصر المقاصة. شايف فكرة الهبوط ده ازاي برضو في ظل هبوط لأندية شعبوية يعني برضو ليها جمهور؟ المقاولين ايه أخباره؟ بنتكلم على المقاصة. المنافسة دلوقتي في الهبوط في مشكلة في الهبوط. غزل المحلة زي ما قالت يعني غزل المحلة دخل في اللعبة 31 بونت، عندك الجونة 29، عندك المقاولين 29، عندك إسترن 29. هتبقى الثلاث جولات اللي باقيه للفرق دي عباره عن صراع عنيف للغايه، صراع بقاء. عشان كده مثلا فرقه زي إستر بتتمنى ان الزمالك يحسم البطوله يوم الثلاث لانه اخر مباراه ليه في الدوري مع الزمالك. المقاولين نفس الوضع، وصل لمستوى صعب جدا للغايه، ولكن فوزه بالامس اداله الامل من جديد. اي فرقه هتحصل على هتعدي ال 33 بونت من الفرق الثلاثه او الاربعه اللي هم بينافسوا مع مصر المقاصة على الهبوط متهيألي هتقعد في بطولة الدوري. هتبقى الجولات اللي جاية التركيز الأكبر بعد حسم نادي الزمالك يوم الثلاث مباراة الاتحاد، وإذا فاز فيها هيبقى فائز باللقب. هيبقى التركيز كله على حاجتين، مين اللي هيهبط، وفي نفس الوقت مين مركز تاني وتالت، الصراع بين الأهلي وبيراميدز. طيب تلحم المواسم دي حاجه من الحاجات اللي انهكت الاهلي الثلاث سنين اللي فاتوا، والزمالك داخل بخطى ثابته ناحيه تلاحم المواسم. لو يعني حصل حسم في السوبر او في الدوري وبعدها السوبر هيبقى عنده كمان كاس، فانت السوبر. بتتكلم عندك تلاحم مواسم، اللعيبه هتعمل ايه؟ يجهز ايه بقى؟ يجهزوا فريق تاني، يدخلوا الشباب، كلام حضرتك يعملوا صح. ايه علشان يبقى عندي فرقتين بتبدل واللعيبه مش منهكه ونبقى قادرين صح. كلام حضرتك صح يا استاذه منى، وعشان كده احنا دايما كنقاد رياضيين لنا ثلاث سنين بنطالب بموسم استثنائي، وانا من مكاني هنا بضم صوتي لصوت النائب احمد دياب رئيس رابطه المحترفين بان يتم الاتفاق بين جميع الانديه قبل بداية الموسم 16 أكتوبر أن يكون الموسم المقبل هو موسم استثنائي. لازم نعمل موسم استثنائي عشان يبقى فيه فرق، أن أنت معلش يعني تلعب موسم السنة اللي فاتت السنة دي لا استثنائي بمعنى إيه؟ ممكن تلعب دور واحد، ممكن تلعب مجموعتين، بحيث أن أنت تنهي في مايو زي أي حد بينهي في مايو يونيو. إحنا دلوقتي لسه ما خلصناش الدوري، والدوريات حوالينا في دول الخليج ودول المغرب العربي شغالة، الجولة الثانية والجولة الثالثة والكلام ده صحيح. وده سبب لنا مشكلة في موضوع القائمة الأفريقية، في موضوع القرعة الأفريقية، الخناقة اللي حصلت مين اللي هيشارك في دوري أبطال أفريقيا، مين اللي هيشارك في دوري الكونفدرالية. لازم يكون موسم استثنائي، ولازم الأندية وخصوصا الأهلي والزمالك أن يكونوا يعني يغلبوا المصلحة العامة الشخصية أو عن المصالح. لأن لو الاتفاق اللي تم الموسم اللي قبل اللي فات أن كان يتلغي الدوري ونعمل موسم استثنائي، ولكن أندية زي مثلا الأهلي وفرق تانية رفضت، هو ده السبب اللي احنا فيه دلوقتي. الأهلي أكثر المتضررين بتلاحم المواسم، والزمالك أكثر المتضررين بتلاحم المواسم، ولكن إدارة اللاعبين بدنيا هي اللي فرقت. ولكن اللعيب ده في الأول والآخر اللعيب ده بني آدم مش مكنة، لازم يكون في موسم استثنائي. وزي ما قال الأستاذة منة إن القصة لازم تحسم من الآن، وخصوصا إن بداية الدوري أعلنوا عنها إن هي هتبقى 16 أكتوبر،
لابد أن يكون الموسم المقبل استثنائي عشان نبدأ نظبط الموسم المقبل اللي بعد اللي جاي بشكل طبيعي جدا. فكرة الأهلي لجأ لفكرة الدفع بالشباب وإراحة اللاعبين، ده يقدر يحل فكرة تلاحم المواسم والمشكلة اللي الأهلي وقع فيها بقاله 3 سنين تقريبا؟ على فكرة هو الأهلي لما أعلن أنه هو هيلعب بالبدلاء والناشئين كان مجرد إعلان، ولكن على أرض الواقع هو الفريق. وفي حاجة تانية برضو جماهير الأهلي مش واخدة بالها منها، يعني سواريش واخد حملة انتقاد غير طبيعية بالنسبة للجماهير لسبب بسيط جدا، لسبب أن المستوى الأهلي مش هو ده مستوى الأهلي. صحيح. فنيا مفيش حاجة تحس ان فيها لمسات فنية او فيها فكر مدرب، سواء في التغييرات او في التكتيك داخل الملعب. ولكن بالارقام هنلاقي سواريش مثلا قاد الاهلي في 13 مباراة، فاز في 7، تعادل في 4، خسر مباراتين، والاكثر من كده ان هو كلين شيت 11 مباراة. جماهير الاهلي النتائج دي تعتبر لمدرب الى حد ما جديد مرضية. كويس مرضية، ولكن الأربع تعادلات دول هم اللي فرقوا مع الفريق في موضوع المنافسة على بطولة الدوري، وفي نفس الوقت الأداء غير مقنع. محتاج ليه بقى خطة فنية من أول وجديد، تغيير طريقة لعب، تكنيك، صفقات؟ هو المتوقع طبعا الأهلي هيدخل في موضوع الصفقات بشكل كبير جدا من خلال شركة الكورة، والأكثر من كده إن في كلام كبير جدا إن مع نهاية الموسم سيتم تغيير المدرب بمدرب أكتر، بعدما فشل سواريش في إقناع الجماهير أولا بأنه على مستوى إدارة النادي الأهلي وجهاز الكرة. ودي الحاجة اللي دايما أنا بستغرب لها، مع إن احنا لسه حالا بنقول كلين شيت، يبقى ليه ما نديش فرصة؟ ولا جماهير الأهلي لا تتحمل هذه الفكرة؟ جماهير الأهلي لا تتحمل، ثم أني بعد 13 مباراة اللي بيشوف الأهلي مش حاسس فيه مش هو ده الأهلي حتى في التكتيك، حتى مفيش ثقة، اللعيبة مش واخدة ثقة، مفيش تركيز. طب ده قصور من اللعيبة نفسها ولا قصور من مجلس الإدارة ولا قصور من المدير الفني؟ هنا في خلل. أرجع للجملة اللي أنا قلتها، الإدارة تتحمل المسؤولية سواء إدارة النادي أو إدارة جهاز الكرة أو إدارة الفريق. ولا الفوز بيحب الفوز، الفوز بيجيب في الفوز الدوري طبعا. من الأول طبعًا. بيكمل للآخر طبعًا. بلغة الشارع يعني. الفوز بيجيب فوز طبعا، ولكن كل المؤشرات خلال الفترة اللي فاتت كانت بتقول إن الأهلي هيفوز بالمؤجلات وفي نفس الوقت هيركب الدوري. الأهلي صحيح. لم ينجح في تحقيق ذلك. الأهم من ده أن إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة تحس أن في حالة من عدم التوازن أو عدم الاتزان، سواء في القرارات أو في التصرفات الخاصة بفرقة الكورة. وأنا دايما بستغرب وبقول إيه، كنت بقول مع زمايلي بالأمس في الجرنان أن إدارة النادي الأهلي وجهاز الكورة في النادي الأهلي يضم نجوم سابقين في كرة القدم، حاجة مميزة جدا، ولذلك ورغم ذلك هناك تواضع أو تراجع في اختيار اللاعبين المحترفين، اللاعبين الأفارقة، المدرب سواريش كانوا الأهلي أعلن لما جه أنه هو مشروع، ولكن حتى هذه اللحظة لم يقنع الأهلي وجماهير الأهلي وجماهير الأندية الأخرى يعني. كل الشكر ليك الناقد الرياضي محمد الجبالي، حكيت لنا كده الحكاية وقلت لنا إيه اللي بيحصل ووضحت لنا الأمور ماشية إزاي. أنا طمعانة في سؤال كمان بسرعة كده قبل ما نختم، مع إن أنا وقتي خلص. السنة دي اللي كان كده في الساحة أو اللي كان بينافس أهلي زمالك بيراميدز أو زمالك بيراميدز أهلي لو مشينا بترتيب النقاط، السنة الجاية ممكن يضاف لنا اسم كمان ولا فيوتشر. اسمين؟ فيوتشر ماشي بشكل كويس جدا، وفاركو مع الميدا بالمستوى اللي حصل امبارح، بس يبعد شويه عن تكتل الدفاع هيبقى فرقه مميزه جدا. فيوتشر السنه اللي جايه وبيراميدز هيبقى ليهم وضع مختلف تماما، عشان كده انا دايما بحذر الاهلي والزمالك من الفرق اللي طالعه زي فيوتشر. ده سؤالي، ان الثراء اللي عمال يزيد في الدوري دي كله في صالح اللعيبه وفي صالح طبعًا. الكوره وفي صالحنا كمشاهدين واحنا قاعدين نتفرج على كوره كده. كوره. كل الشكر ليك، نورتنا وشرفتنا الناقد الرياضي محمد الجبالي. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ. شكرا لك. شكرا يا استاذ احمد. طيب، في الحقيقه دايما الاختلاف بيعني التميز. في فنان مصري بيرسم بطريقه غريبه، طريقه مميزه، وهي في حقيقه الامر طريقه
غير تقليدية، بيستخدم أشعة الشمس، الرملة، وبيستخدم البيض كمان، وبيطلع رسومات مبدعة جدا، سواء بقى لشخصيات لمناظر طبيعية، في تفاصيل مختلفة بتحصل بتدل اللي احنا قدام شخص مختلف وأيضا شخص مميز. تعالوا نتابع الرسومات دي من خلال هذا التقرير. باستخدام ضوء الشمس والرمال والبيض ومواد أخرى غير تقليدية، بيرسم حسام جمال صور لشخصيات شهيرة بطريقة مبهرة. حسام بيستخدم عدسة محدبة وبيفضل واقف في الشمس علشان يرسم بورتريه للممثلة مارلين مونرو من خلال حرق لوح من الخشب. بيقول حسام إن طريقة الرسم دي بتجبرك إنك تفضل واقف ساعة في الشمس علشان خاطر تطلع رسمة، ده شيء مضر جداً للإنسان ومضر للعين، بس في سبيل إنه بيحب الفن ممكن يعمل أي حاجة. صعوبة الرسم ده طبعاً إن أنت بتفضل واقف ساعة في الشمس عشان خاطر تطلع رسمة، فده شيء مضر جداً للإنسان وشيء مضر للعين، بس في سبيل إن أنا بحب الفن أنا ممكن أعمل أي حاجة يعني. ودي طبعاً رسمة لمارلين مونرو. كمان حسام بيقول إن النوع ده من الفن مش منتشر لا في مصر ولا بره مصر، وبيكون قليل جداً، يعني مفيش الإمكانيات أو المسارح اللي هي ممكن تعرض حاجة زي دي في مصر. لا مش منتشر خالص يعني، قليل جداً، يعني مفيش، أنا شايف إن مفيش يعني الإمكانيات أو المسارح اللي هي ممكن تعرض حاجة زي كده يعني، حتى لو حد مارسه بيبقى صعب إن هو يقدمه مثلاً. وفي عمل آخر قام حسام بالرسم على مكعبات مصنوعة من الورق المقوى أبيض اللون، وتم وضعها بترتيب عشوائي، وفي الآخر بتكتشف إنها صورة لشخصية جاك سبارو اللي أداها الممثل الأمريكي جوني داب في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي. حسام قال إنه عمل الصورة دي علشان كان متعاطف مع جوني داب في قضيته الأخيرة. جوني ديب طبعا شخصية جاكس بارو، وأنا بحب الشخصية دي جدا، وكان هو ترند في الأيام اللي فاتت ديت طبعا القضية بتاعته، فأنا كنت متعاطف معاه يعني، وحبيت إن أنا أرسمه وأوصل الفكرة بتاعتي. هي ديت هواية ليا، أنا شغال في شركة إنشاءات، فشايف إن كل واحد ما يتخلاش عن موهبته، لأن هي ديت اللي بتديله الحياة، وهي بتساعده إن هو يكمل في الحياة ويكون بيعمل حاجة بيحبها. واخترت النوع ده من الفن خصوصاً لأن مش كل الناس قادرة إن هي تروح معارض، فأنا فكرت إن الناس ديت إن أنا أوصل لهم بالفيديو بتاعي. كل واحد معاه تليفون بيشوف آخر اليوم الحاجات اللي هي بيدور عليها، الحاجات اللي هي بتغير موده في آخر اليوم. من بين أعماله الفنية الأخرى لوحة للنجم محمد صلاح، صنعها من خلال رش حبات الرمال على خطوط رسمها مستخدماً الغراء، وكمان لوحة للموناليزا رسمها عن طريق طهي البيض في مقلاة. أهلا بكم مجددا، 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر المقبل 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا من خطر انتشار المجاعة في القرن الأفريقي، كما شدد على أن هناك حاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازوفاجيف أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، وطالب حاكم سيفاستوبول من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الروسي. وفي السياق ذاته قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل استعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا.
أعلنت ليتوانيا تجديد أنظمة المراقبة على الحدود مع بيلاروسيا، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيليوتيتو إن أنظمة المراقبة تغطي ما يزيد قليلا على نصف حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون التغطية الكاملة لنظام المراقبة على الحدود في مكانها بحلول نهاية العام. دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ إلى تعزيز كافة جهود الإغاثة الإنسانية في مختلف مناطق النزاعات حول العالم. وقال وزير خارجية النمسا إنه يجب دعم تكريم عمل العاملين في مجال الإنساني والدعوة إلى سلامتهم، موضحا أن النمسا تعتبر من أشد المؤيدين لتطبيق القانون الدولي الإنساني وزيادة تطويره لحماية عمال الإغاثة في النزاعات المسلحة. سجلت الصين 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 639 إصابة مصحوبة بأعراض و1715 حالة بلا أعراض. وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات عند 5226 حالة. وأظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين 4 إصابات مصحوبة بأعراض. تراجعت اليوم حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا، وذلك على مدى أيام، وأجبرت مئات الأشخاص على ترك منازلهم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تراجعت في المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا وألغيت التحذيرات من الأمطار الغزيرة، موضحا أنه لا يزال التحذير من هطول أمطار غزيرة ساريا في فورد ديلاند وفي جزيرة غرب الجزيرة الجنوبية. ختام موجز التاسعة، فاصل وعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما تعودنا مع حضراتكم دايما يعني بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اللي احنا بننقل لحضراتكم كل ما هو جديد دراسيا تحديدا، والتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة اللي بدأت الجامعات باستحداثها في الجامعات المصرية من خلال بعض الكليات التكنولوجية اللي بيحتاجها سوق العمل، زي مثلا على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي اللي بيعتبر من أهم التخصصات اللي مطلوبة حاليا في سوق العمل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال ضيفنا اللي موجود معنا وشرفنا فيها الاستوديو، الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. دكتور، في البداية عاوزين نعرف كده من حضرتك، احنا عندنا كام كلية في الذكاء الاصطناعي تحديدا في مصر، وإيه هي الأقسام اللي موجودة فيها أو ما يتم دراسته في هذه الكليات؟ تمام. طبعا هي اسم كلية الذكاء الاصطناعي أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ده بدأ في 2019. كان الاسم السابق للكلية اسمه كلية الحاسبات والمعلومات. في بعض الجامعات المصرية غيرت الاسم من الحاسبات والمعلومات إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وفي عندنا في جامعة كفر الشيخ وجامعة المنوفية. ده تغيير اسم فقط ولا تغيير مضمون أيضا؟ تغيير اسم وإضافة تخصص نقي في الذكاء الاصطناعي، لأن هو الذكاء الاصطناعي كان موجود على مستوى المرحلة في البداية خالص، كان على مستوى الريسيرش اللي هي الماجستير والدكتوراه، وبعد كده بقى في مرحلة البكالوريوس جزء من الكورسز اللي تدرس للطلبة. وحاليا بعد 2019 بالنسبة لنا في جامعة القاهرة بقى في تخصص نقي للذكاء الاصطناعي بيور في كلية مستقل. بالنسبة لنا احنا داخل الكلية في كفر الشيخ والمنوفية عملوا كلية مستقلة اللي هي كلية الذكاء الاصطناعي. احنا بالنسبة لنا كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي نفس القديم، وزودنا تخصص ذكاء اصطناعي. اللوائح نفسها بتاعت الأقسام الأخرى بيبقى فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخصص
بتاع القسم. الشباب بيتخصصوا يعني في ناس من سنه كام او من انهي دفعه؟ التخصص من سنه ثالثه. يعني عندنا اولى وثانيه ده مشترك بياخدوا فيه العلوم الاساسيه للحاسب الالي والرياضه والكلام ده، وبعد كده في سنه ثالثه ورابعه بيتخصصوا في احد المجالات. احنا عندنا خمس مجالات اساسيه اللي هي علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات، دعم القرار، وبحوث العمليات. تمام. اضيف بقى في 2019 تخصص الذكاء الاصطناعي. تمام. خرجنا اول دفعه السنه دي من هذا التخصص. الدفعه كام واحد تقريبا؟ في حدود 70 طالب تقريبا. في حدود 70 طالب. متوقع بقى انه لما يخرج لسوق العمل ال 70 طالب دول مكانهم فين؟ والله هو طبعا السوق العمل او معظم البرمجيات النهارده بقى فيها لمسه الذكاء الاصطناعي. يعني احنا مثلا لما بنيجي نبص على بعض المواقع تابعه مثلا للشركات الموبايل او الكلام ده، بنلاقي او بنسمع عن حاجه اسمها التشات بوت. التشات بوت ده عباره عن انتليجنت بروجرام. البروجرام ده بيتفاعل مع اليوزر اوتوماتيكلي كانه موظف استعلامات مثلا. فكره الرد التلقائي على مع المستخدم. مع المستخدم تمام. بيحل مشكلته. ده يعتبر نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. فهو في الاصل ده كان عباره عن موقع خدمي بيقدم خدمه للمواطن. يعني احنا هنا بنتكلم الذكاء الاصطناعي هو متطلبات سوق العمل فيه هي قاصرة على فكرة متزايدة أكيد، لكن أعتقد هي برمجة أكتر منها بتعتمد على وظيفة يومية ومكتبية أو الكلام ده كله. هي برمجة لأن مجرد ما بقى السيستم أو البرنامج موجود خلاص بيقدر اللي هو تلقائي من خلال المدخلات اللي موجودة على البرنامج بيتفاعل مع المستخدم. بس يعني هنا طبعا وجود عنصر الذكاء الاصطناعي بيخلي البروجرام أكثر مرونة تمام واكثر طبيعيه يعني. طيب. الشباب والمهندسين الصغيرين وهم في البدايه يعني بنوجههم ازاي عشان يقدروا يبتدوا يعملوا ابحاث الشغل في اقسام الكليه؟ يعني حضرتك بتقولي ان السنه دي اول دفعه بتتخرج. تمام. متوقع طبعا يبقى في منهم اللي هيعمل دراسات عليا وهيبتدي يكمل. اكيد. في توجيه، في مسح للسوق للحاجات اللي محتاجينها بحيث ان يبقى في ربط بين العملي والنظري، ولا سايبين الناس كده تختار؟ هو طبعا في اثناء الدراسه معظم المقررات اللي بتدرس في الكليه بيبقى فيها جزء عملي بنسميه مشروع المادة. تمام. الطالب على مدار الأربع سنوات في الكلية بيفهم المادة كويس، وبعد كده بيطبق في اللي هو بنسميه الكورس بروجكت اللي هو مشروع المادة. في عندنا تدريب صيفي بعد السنة الثالثة، تدريب ميداني يعني بيتدرب في أحد الشركات اللي موجودة في السوق عشان يبقى يعني يفهم السوق شغال ازاي، متطلبات سوق العمل. وبعدين في سنه رابعه بيبقى في مشروع التخرج. مشروع التخرج بيتناول مشكله حقيقيه واقعيه من المجتمع. الطالب بيبقى مطلوب ان هو يطلع النموذج الاولي لحل هذه المشكله. احنا يمكن من يومين عملنا معرض لمشروعات التخرج ودعينا بعض الشركات والقطاعات الحكوميه والكلام ده عشان يشوفوا انتاج الطلاب يعني. طيب دكتور، ما فيش شك ان الذكاء الاصطناعي هو لغه المستقبل وهو المطلوب الاكثر او الاكثر احتياجا لمتطلبات سوق العمل ذكاء اصطناعي. تمام. الشباب دلوقتي الحريصه على الالتحاق بهذه الكليه، ايه اللي مطلوب منه يعمله؟ اولا طبعا احنا بنبارك لطلاب الثانويه العامه اللي هم دخلوا كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي على تفوقهم يعني. الحاجه الثانيه بتنزل المرحله الاولى. احنا خلصنا من المرحله الاولى في جامعه القاهره علم رياضه، ولسه في بعض الاماكن في علم علوم. الطالب طبعا احنا بنقول له ان دي بدايه المرحله المهمه في حياتك. يعني ننسى بقى النوم شويه ونزيد في الاجتهاد. بمعنى انا في الدراسه مثلا باخد الاساس العلمي في موضوعات مختلفه، لازم الطالب يشتغل على نفسه من خلال القرايه الحره، يقرا زياده، يجي في الصيف يتدرب اكتر. النهارده الانترنت طبعا مش سايب اي حاجه، كل جميع المعلومات اللي بيحتاجها الطالب او اي بيلاقيها على الانترنت.
فدي النصيحة الأولانية. ولا محتاج انه يشتغل اكتر بايده ويتدرب يشتغل اكتر؟ يشتغل طبعا. ما هو نعم هو على الانترنت عموما في ماتيريالز كتيرة فيها تريننج تدريب للطلاب، يقدر ان هو مع نفسه كده. في عندنا كمان داخل الكلية في أنشطة تتعلق بالبرمجة والتعامل مع الحاسب، احنا بننصح الطلبة ان هم يشتركوا فيها من اول يوم. عندنا فرق بتطلع في مسابقات دولية كل سنة في البرمجة اللي هي الـ ACM، يعني الباب مفتوح لأي طالب عايز يشترك في هذا النشاط، بالإضافة طبعا للاجتهاد في الدراسة. طبعا دكتور، بيبقى في كتير اتفاقيات بتحصل او شراكات بتحصل بين الكليات في جامعه القاهره وفي الجامعات الاخرى، او يعني برامج تدريب مشتركه، الشباب بيقعدوا فتره موجودين وبيسافروا فتره يتدربوا، او بيجي لهم اساتذه زائرين. هل احنا عندنا حاجه زي كده في كليه الذكاء الاصطناعي؟ هو يعني احنا من ناحيه المبدا حاسبات وذكاء اصطناعي. تمام. من ناحيه المبدا احنا من بداية إنشاء الكلية كان عندنا الخريجين المتفوقين كانوا بيلاقوا فرص منح شخصية ماجستير ودكتوراه بسهولة، يعني الطالب بيطلع مش محتاج أي ريكويرمنت زيادة أكتر يمكن من الإنجليش في التويفل والكلام ده، بيطلع ياخد منحة. يعني في عندنا ناس راحت الـ MIT وناس راحت ستانفورد، أكبر الجامعات الأمريكية، وفي ناس اشتغلت في شركات كبرى زي البيل لاب والكلام ده من خريج الكليه. فده يعتبر تعاون غير مباشر بس مع العالم الخارجي. طبعا احنا في المرحله الحاليه طبعا بقى عندنا دلوقتي خريجين قدام، يمكن احنا في فتره قريبه هنحاول نعمل بروتوكولات تعاون مع الشركات الكبرى اللي هي بيبقى فيها مراكز بحثيه من الداخل، بالاضافه الى بعض الجامعات الاجنبيه. طيب دكتور، احنا في مصر حاليا في الجمهورية الجديدة بنتكلم على مدن الجيل الرابع، إلى أي مدى هذه المدن الذكية بتحتاج لخريجي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي؟ بنسبة كم في المية هو ليه دور أساسي في المشروعات القومية الكبرى اللي بتحصل في مصر، مدن الجيل الرابع وغيرها من الأمور المستحدثة؟ وهنا بتكلم بقى الاستحداث اللي بيتوافق مع أو بيتطلب فيه تكنولوجيا. هو المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي طبعا زي ما يعني هتكتسح عالم الهاردوير والسوفت وير في المرحلة اللي جاية، فبالتالي دور خريج الكلية هيبقى أساسي أكبر. جدا ونسبته عالية، بس طبعا الشاطر هو اللي بيلاقي الفرصة. يعني هنا الطالب المجتهد اللي هو متابع للتغيير. لا، الشاطر اللي بيلاقي الفرصة، مش الخريج اللي بيلاقي الفرصة. لا لا، الشاطر علميا أكاديميا اللي هو اشتغل على نفسه، ذاكر كويس، أبدي يعني بيطور من نفسه، لأن العلوم نفسها بتتغير بسرعة كبيرة، فلازم الطالب يكون متأسس كويس. ده ما يجرناش كده لسؤال بيتبادر للذهن لناس كتير يا دكتور. كلية حديثة اللي بيدرسوا فيها كانوا اصلا يعني لا يعني هو تاريخيا كان يعني قبل سنه 95 كان الحاسب بيدرس في كليات الهندسه، هندسه حاسبات، وفي كليات العلوم اقسام علوم الحاسب، وفي بعض كليات الهندسه كان فيها تخصص هندسه الحاسبات. يعني كليات الهندسه كان فيها جزء في قسم الاتصالات مثلا، هندسه الاتصالات بيشمل الحاسب، وفي كليات كانت فصلهم. يعني ده كلام ده قبل 95. لما جت في سنه 95 يعني تم تاسيس فكره او قطاع الحاسبات والمعلومات. يعني طبعا في السياق ده بنذكر بالخير الاستاذ الدكتور ابراهيم فرج عليه رحمه الله، وتوفي يعني من اسبوع، ده الاب الروحي لكليات الحاسبات. وضع لائحة لحاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، وطبعا اشترك في تأسيس المنظومة بتاعت الحاسبات. تم استقبال أول دفعة سنة 96. يبقى إذن الدكاترة اللي تعينوا في كلية كانوا في الأساس من خريج الهندسة والعلوم. صحيح. كلية الهندسة وكلية العلوم. الأبحاث في معظمها في الفترة ما قبل 2019 كانت الأبحاث والرسائل الماجستير كانت في تخصص الذكاء الاصطناعي معظمها، يعني بشكل أو بآخر في تخصص الذكاء الاصطناعي، وبالتالي احنا كنا جاهزين
في عملية استشراق للمستقبل. يبقى عندنا ستاف يمسك تخصص الذكاء الاصطناعي اللي هو بتاع 2019 الحديث. طيب دكتور، المتابع لتنسيق المرحلة الأولى، يمكن احنا نادينا واتكلمنا في وسائل الإعلام ومرارا وتكرارا قلنا ان فكرة متطلبات سوق العمل اصبحت متغيرة. تمام. وليس بالضرورة كل خريج من خريج كلية القمة هو اللي سوق العمل بيحتاجه دلوقتي. تمام. خلاص ما بقاش فيه النظرة السائدة اللي انا لازم اكون دكتور، لازم اكون مهندس، لا، الشطارة دلوقتي ايه اللي محتاجه سوق العمل عشان اعرف اللي انا اشتغل على طول علشان ما يبقاش عندي نسبة بطالة كبيرة. واعتقد كلية زي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هي صلب الموضوع الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه، لانها من الكليات اللي بيحتاجها سوق العمل. ازاي اقدر اوعي الاهالي تحديدا هنا قبل الطلبه، لان احيانا هم بيكون ليهم دور في الاختيار للطالب والتوجيه. ازاي اقدر اقول لهم ان هو ده المستقبل، هو ده الجديد، النصيحه اللي تقولها لهم؟ هو طبعا المشكله دي قديمه جديده، يعني فكره هل التفوق ان انا ابقى في كليه طب او كليه هندسه، ولا التفوق ان انا اروح للمجال اللي رغبتي الشخصيه واتميز فيه. هو طبعا النظره الثانيه هي الصح، ان انا اروح للمكان اللي بيتناسب مع قدراتي ومع مواهبي ومع طموحاتي. صحيح. واتفوق فيه. يعني انا عندي فكره كليه قمه دي، او يعني انا شايف موجودة. يعني المفروض ما تكونش موجوده، يعني القمه موجوده في اي مكان، القمه على حسب المكان. صحيح. حتى في الدراسات الادبيه اللي هي الناس، يعني كل الدراسات اللي هي الجامعيه فيها مجال للتميز والتفوق يعني. فدي يا ريت بقى الناس بقى تنسى الموضوع ده. الحاجه الثانيه، فرض الوصايه على الاولاد في موضوع الاختيار، يعني احنا عايزين نسميها الوصايه الابويه، بمعنى انه بعرفه المجالات، بفهمه واسيبه يختار يعني. ما اعتقدش يا دكتور ان لسه متاح، يعني ما الولاد اصلا وهم في حضانه ما بقوش يسمعوا كلام. مين اللي هيسمع وهو كبير؟ يعني ما اعتقدش انه زي زمان، ولا حضرتك طبعا اكثر احتكاك كانوا حضرتك يعني العادي. لا، هو ساعات بيبقى الطالب المتفوق شويه مطيع لابوه، يعني مطيع لوالديه، ستريكت شويه، بيبقى عايز يفرح والديه وكلام ده احيانا يعني. طبعا ربنا يوعدنا يا رب بالمطيعين اللي بيسمعوا الكلام دول. يعني يعني النصيحه ان الطالب يشوف هو قدراته ايه، بيحب ايه ويختار. طبعا مجال الذكاء الاصطناعي من ارفع العلوم الموجوده في العصر اللي احنا فيه، يعني لازال في ما بيننا وما بين المستوى الرابع من الذكاء الاصطناعي شوط كبير يعني. يعني هو الناس لما جم قسموا الذكاء الاصطناعي قسموه لاربع مستويات، احنا بنتكلم كده في المستوى الثاني مثلا وداخلين على الثالث، انما على نتكلم على المستوى العالم يعني. انما الليفل المتقدم الذكاء الاصطناعي بقى اللي هو الجيل الرابع اللي هو الفورس ليفل ده، يعني يلا بالشباب اللي موجوده دلوقتي نوصل ان شاء الله قريبا. كل الشكر ليك الدكتور رضا عبد الوهاب، عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره. نورتنا وشرفتنا واديتنا معلومات كتير، واكيد كتير من طلبه الثانويه عامة اللي بيتابعونا دلوقتي اكيد استفادوا من هذا اللقاء. شكرا جزيلا. بنشكرك يا دكتور رضا. شكرا. الله يخليك. مشاهدينا دلوقتي هنطلع لفاصل سريع، ولسه فقراتنا متواصلة معاكم حتى العاشرة صباحا، لكن فاصل ونرجع نكمل الكلام. شكرا يا دكتور. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. السوشيال ميديا النهارده بقت جزء من حياتنا اليوميه، ومفيش حد يقدر ينكر الكلام ده ابدا. احنا كلنا عارفين ان بقى مش صعب جدا الاستغناء عنها، لكن في سؤال كده، نقدر نستخدم السوشيال ميديا دي بشكل ايجابي ونقدر نستفيد منها فعلا؟ امتى السوشيال ميديا ممكن تكون نافعه؟ امتى تكون السوشيال ميديا مضره؟ اسئله ممكن نقول ان احنا بقالنا فتره بنسالها كتير، ما عندناش اجابات ليها كامله، لكن الاستاذه هدى سالم استشاري العلاقات الاسريه اللي معانا النهارده في الاستوديو ممكن يبقى عندها الاجابه. صباح الخير عليك. صباح الفل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي. صباح الخير يا استاذه هدى. صباح الخير. صباح الخير عليك. السوشيال ميديا عامله مشاكل للناس كتير قوي، الناس عماله تقول مضر، الناس تانية تقول لا نافعه، ايه الحكايه؟ موضوع اني انا اخلي ان جزء من الاشياء يتحكم فيا بدل ما انا اللي اتحكم فيه، ده شيء مرير جدا وشيء شنيع جدا. ان انا لازم اكون احط في اعتباري كده اولا ان هذا الجهاز المفروض ان انا اكون المتحكم الاول فيه،
في استخدامه، في ان هو ان انا مش هو اللي يستقطبني، انا اللي استقطبه، انا اللي استجلب فوائده مش اضراره. ولازم اكون مخلي بالي وانا بادقق في استخدام هذه المنصات الالكترونيه اني انا زي ما بدقق في اختيار الصديق الصالح، انا لازم اعتبر هذا الجهاز وهذا العالم والمنظومه عباره عن رفيق. الانسان بيحتاج في حياته اتنين، رفيق عمر وشريك عمر. ما اصبحتش رفيق بس يا استاذه هدى، ده هي اصبحت كل حاجه دلوقتي. يعني حضرتك ادخلي وسيله مواصلات هتلاقي الناس قاعده ماسكه الموبايل، ادخلي اي مكان فيه ناس قاعده هتلاقي حتى اصبحوا ما بيقعدوش مع بعض. يعني حتى في المنزل الاسره اصبحت لا تتجمع ولا تجتمع على حاجه، هتلاقي كل واحد قاعد في جزر منعزله على الموبايل. وفي اختلافات كتير وخلافات كتير بدات تتواجد. عارف الجمله اللي احنا بنقولها دايما كده، ما توقفش حياتك على حد. طب ما انت تعالوا نستبدلها، ما توقفش حياتك على حاجه. وانا ليه حياتي وقفت على هذا الجهاز؟ ليه حياتي وقفت على تلك المنصات وهذه المنظومه؟ طب انا حياتي، خلي بالك، تعالى كده نفلتر ونترجم كلمه حياتي، هو عمري. عشان كده هنقول كذا نصيحه ازاي احنا نتفادى ونتجنب هذا العالم الاخاذ والساحر. ارجوكي بقى، محتاجين النصايح دي. في كاركتر كده كان نزل قريب، ينزل على السوشيال ميديا كل شويه كده، برضو احنا نقدر نقول ان ده نوع من انواع الحاجات الايجابيه وكانها توعيه. صوره كده بترسم الجهاز وكان الجهاز الموبايل ده عباره عن ليه اذرع، دراعات كتيره جدا بتلف حوالين وجه الانسان ورقبته وخنقته لدرجه ان ملامحه اختفت، فبقى يغمس فعلا جوه هذا العالم، ان هو الانسان نفسه بقاش موجود وكانه سجين هذا العالم. طب هنخرج من السجن ده امتى يا جماعه؟ ولا هنفضل قدم مقيدين؟ انا بشبهه السجين ده لو حد بيجبره، لكن ده بمزاجه ومختار ودافع فلوس علشان ياخد. في ناس حابه السجن ويتعرض، في ناس شايفه حياتها، فهو مش سجين، هو ده اختيار هروب. مش احنا ما نسموش بنتقبل اختيارات الاخرين ايا كانت. الاختيار في وعي، لكن انا لما اسيب نفسي وعمري ووقتي وزمني لحاجه هي اللي بتتحكم فيا، اذا ما بقاش اختيار، بقى هروب. فانا عايزه اتجنب الهروب ده، الحق نفسي والحق عمري والحق وقتي. احنا قبل وجود السوشيال ميديا الحياه كانت عامله ازاي؟ بنتكلم مع بعض، ما بنتكلمش على بعض، صح؟ بنتكلم والله مش سوا. فاكره تصدقي بقى، مش فاكره قبل السوشيال ميديا كانت الدنيا. شفتي بقيتيش فاكره حتى الملامح، الحياه الطبيعيه، الحياه الهاديه، الناس كانت ابتسامتها صادقه، الرياكت اللي انت بتعمليه هاها على بوست معين وانت خلف الشاشه في دموع في عينيكي، حد يعرف حالتك النفسيه والمزاجيه؟ اقف عندها تحديدا يا استاذه. اتفضل. حضرتك قلتي لقى نفسه، استخدمتي اللفظ ده تحديدا، ان هو ممكن يكون لقى نفسه في ده. وفكره اللي هو عمل رياكت بيضحك وهو من جواه مدغدغ ومحطم طبعاً. نفسيا ومعنويا وحاله حزن شديد. هل الانسان بيلجا للسوشيال ميديا علشان هو لقى الحاجه اللي ما لقاهاش في الواقع الحقيقي فراح لها افتراضيا؟ شريحة كبيرة من البشرية بتلجأ للسوشيال ميديا كهروب، كرحلة، وللأسف بيخرج منها الأغلب الناس الأصحاء نفسيا بيخرجوا سالمين. نقدر نقول 30% بيخرجوا سالمين. طب الباقيين بيحصل لهم 70%، يا بتدخل في مود حزن، يا مود افتقاد واحتياج، يا مود المقارنات طول الوقت، وده بيدخلك في حالة جلد ذات وتعذيب لا إرادي، مود سيء طول الوقت وانت مش عارف انت ايه اللي مضايقك وايه اللي بيكئبك. عشان كده لما كنا بنفرغ مشاعرنا على ورقه وقلم، لما كنا بنبعت لبعض جوابات، كانت المشاعر طالعه من القلب قوي. لكن لما حد يقول لك صباح الفل حبيبي، وحشني جدا، كلمه حبيبي تعالى زمان كانت ليها ثقل وليها قدسيه، دلوقتي انت قلت لك كم اكونت وحساب عندك على السوشيال ميديا، وانت كمان وحشني والله، وانت كمان وحشني والله، اوبا ايه ده، هو انا حاسس ان انا بقيت اكذب؟ طب هو مش وحشني فعلا؟ ايه الزيف اللي احنا بقينا فيه ده؟ يعني حتى المسج كده اللي احنا بنبعتها دي بقى فيها زيف. انت ما بقتش حقيقي، لكن تعالى اكتب ورقه وقلم لحد، اكتب كده جواب رساله، هتلاقي اللي في قلبك هو اللي بيطلع، ولو ليه فيك عتاب جواك هيطلع له. دلوقتي بقينا نختصر المسافات وبقينا نتعامل بسطحيه. مين الناس اكتر ناس بتتعب في السوشيال ميديا؟ الناس اللي بتاخد كل حاجه على قلبها واعصابها. بيفرق معايا ان انت اونلاين ولا اوفلاين؟ بيفرق معايا بعتيلي رساله سالتي عليها النهارده؟ طب خلينا نقسم السوشيال ميديا، في منصات مختلفه، هل في منصات
ممكن تصيب الناس بالتوتر والاكتئاب اكتر من منصات تانية؟ يعني في ناس كتير جدا بتقول ان انستجرام بالصور الحلوة الجلوي اللي طول النهار الناس بتنزل فيها صورها، يا اما في مكان ظريف يا اما في شاطئ لطيف يا ايا كان بقى الاشكال المختلفة، الناس اللي بتبقى قاعدة مثلا في البيت مش متاح لها السفر او ممكن تصاب بالاكتئاب اكتر بكتير لو ما كانتش دخلت على الانستجرام. هستخدم كلمتك شوية واستعيرها منك في كلمة اختيار في حاجة معينة. في شخص انا مرة قعدت مع احد الاصدقاء كان عنده مشكلة يعني نفسية بتكلم معاه، وبعدين فبيوري لي خبر معين على التليفون، فبقول له ايه اللي البيج انت عاملها فيفوريت قدامك دي؟ قال لي دي المكان القرية اللي انا فيها، فبتابع كل الاخبار الفاير والمقتل والهجوم، مقتل وهجوم وفاير. قال لي اه ده لازم ادخل كل شويه، لو ما هي ما ظهرتش عندي على التايم لاين انا لازم ادخل مخصوص واعرف الاخبار. طب ما دي لوحدها تدفعك للاكتئاب والكآبات، ما دي لوحدها كفيله انها تقفل يومك وتقفل الدنيا كلها. طب عذرا يا استاذه هدى، او دي بتخليه متابع الاخبار اللي هو شايفها مناسبه وبيدور عليها وبتجيب له المعلومه لغايه عنده. ما في فرق بين ان هي نفس النقطه ممكن تبقى مع وممكن تبقى ضد، يعني بالزبط. احنا شايفينها مخدودين عليها بنقول له انت متابع حاجه سيئه، لكن هو بالنسبه له بتشبع له حاجته في المعرفه. بالظبط، جهاز ارسال فقط مفيش. جهاز الاستقبال النفسي، كل واحد عنده جهاز اسمه استقبال نفسي. انت بتستقبلي الاخبار الصعبه ازاي؟ درجه قبولها ازاي؟ الصدمه الاولى بتقف قدامك ازاي كمشاعر بقى كتعامل في الحياه جنرال؟ لكن لما تسمعي خبر وفي صفحه انت بتبقي عايزه تعرفي الاخبار الجديده اللي بتحصل في منطقتك في المكان اللي انت قاعده فيه، مفيش مانع لو انت قادره تعملي كنترول على الجهاز الاستقبال وتعملي فعلا تحكم في اني انا اظبط مشاعري، ان انا ابقى فرده ظهري وانا بتفرج على الخبر كده ما تاثرش. لا خلي بالك، لان انت هتدخل في قولون عصبي وشد عصبي، وده اللي احنا هندردش فيه في موضوع ان ايه يعني. حد كان بيسال وقتي في كومنت، هي ايه الاضرار الصحيه اللي تقصديها بالسوشيال ميديا؟ يعني ايه اضرار صحيه؟ وانا يعني جيلي صداع مثلا؟ مش بس صداع، انت هيجيلك سمنه حضرتك، هيجيلك بدانه، هيجيلك داسك في الرقبه، هيجيلك في ظهرك غضروف، هيجيلك مشاكل صحيه كتير، فاستنه هتجيب لحضرتك كوليسترول، هيبتدي شرايين القلب تقف، هتبتدي في مشاكل عندك كتير قوي صحيه غير الجانب النفسي. لان في احصائيات بتقول ودراسات بتقول ان الجلوس كتير جدا على التليفون نفسه غير الارتعاش العصبي واذى شبكيه العين، حضرتك بتمر بامراض اضطرابات عقليه مش اضطرابات نفسيه بس. فاحنا عايزين نعتدل، وان انا اخد اكتساب مفيد من هذا العالم وهذه المنظومه ما وقفش حياتي عليها. طيب استاذه هدى، احنا قلنا يعني سريعا كده المشاكل والاضرار التي تترتب على استخدام المفرط. ده انا لسه بدي لك يعني بس خلينا نوقف لحد كده عشان برضو يعني ايه ما نخليش الناس تخاف على نفسها. تمام، احنا قلنا اضرار او الاهميه في اهم هذه الاضرار نقطه ومن اول السطر العلاج. ازاي اقدر ان انا ارجع شخص طبيعي؟ والله انا شفت شخص من فتره، واحد صديق يعني، لقيته ما عندوش اكاونت على فيسبوك. الفتره دي بقى في ناس كتير كده، متخيله ان كل اللي قاعدين كانوا بيتعاملوا معاه وكانه شخص جاهل. اه فعلا، واحد راجع جدا متخلف. انت من زمن ايه؟ انت من اللي عملت كده؟ قال لك والله انا دخلت لقيت نفسي وقتي ابتدى يتسرق تجاه العمر يا الموبايل فهم. واللي انا ما بقتش مركز، ايه ده انا ما تابعتش النهارده فلان بيعمل ايه، حسيت ان انا دوري اللي انا بتجسس على الاخرين. ده غير بقى الشائعات والاخبار المفبركه والكذبه. زي بقى اللي احنا نوقف ده، يعني انا شخص لقيت نفسي ان انا لو دخلت على الموبايل في السيتنج وبصيت على استخدامي اديل التكنولوجي لقيت نفسي ان انا بعدي مثلا 6 و7 ساعات، ايه القدر المعتدل في الاستخدام وفي نفس الوقت ابقى شخص طبيعي يساوي ازاي قبل ما تدخل التكنولوجيا وتقتحم حياتنا بهذا الشكل؟ في آية جميلة جدا ربنا كده بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير بيبدأ من نفسك أنت لو أنت عايز تتغير. فأنت لو عايز تتغير وشخص واعي وشخص مدرك وشخص ذكي وعايز تعمل نجاح، عايز تحقق توفيق في حاجات كتير، خلي بالك إن ده يا إما هيبقى مضيعة للوقت يا إما فعلا إفادة للوقت. مواقع التواصل أصبحت انفصال وتباعد اجتماعي، عشان أتجنب ده رقم واحد ان انا بقسم وقتي، اعمل نظام لوقتي. دايما كان امهاتنا يقولوا لنا اعملوا جدول مذاكره يا اولاد، بلاش الموضوع يبقى مبهوأ منكم قوي كده،
10 12 ساعه ممكن ما تثمرش عن شيء، لكن في خلال ممكن ساعه واحده، في حين ان ساعه واحده ممكن تبقى مفيده جدا، وان انا الم الماده وادخل الامتحان ونثق من نفسي وانا بقيت اليوم بلعب. اه فعلا، لان انا نظمت وقتي، عملت جدول. ليه ما نرجعش ان احنا نعمل توقيت؟ كمان الابس كتير اللي على التليفون بتاعنا، ننزل كام ابس كده ينبهني خلي بالك انت بقالك 3 ساعات قاعد على التليفون. الابس تاني خلي بالك انت بقالك اكتر من 7 ساعات ما عملتش رياضه، قوم اتحرك في المكان. ده رقم 2. ابس تالت خلي بالك انت ما قمتش عملت الفروض والعبادات. خلي بالك انت بقالك اكتر من 14 ساعه ما عملتش مكالمه لصديق او لحد من الاهل. وابس مهم جدا احنا محتاجينه، اقعد مع اسرتك. فعلا عارفين البوست الكوميدي بتاع لما حد يجي يفتح التلاجة وعايز ينزل وزنه فيشتاق للجيلي بالليل وعايز ياكل ايس كريم فلا اقفل يا تخين. فاحنا تعالوا نعمل الاوراق دي ونحطها قدامنا على مراية، في نفس الوقت اغير الباك جراوند بتاعت التليفون بتاعتي كل شوية. عمرك ملكك مثلا اخليها خلفية للموبايل بتاعي. خلي بالك اسرتك محتاجالك. خلي بالك انت ما بقتش تتكلم، لانه كمان الموضوع ان انا فقد النطق، انت بتلاقي بني ادم ما شاء الله عليه في الكتابه على السوشيال ميديا ويدي لك كومنت يدخل معاك تحس ان هو متحدث ماهر. صحيح. تعالى قابله على ارض الواقع ما شاء الله سايلنت جدا، ان شاء الله ما بيتكلمش خالص. بس انا مقتنعه ان ده مقبول جدا، الفروق الفرديه بين الافراد انا حاسه انها مقبوله جدا. من حق الناس انها تبقى عايزه تشترك في الحوار، من حق الناس انها تفضل الكتابه. احنا كنا بنتكلم في الكتابه بالورقه والقلم. جميل، بس هي اخرسته، هو كان بيتحاور قبل وجود السوشيال ميديا، كان ممكن يبقى في حاله حوار ويقعد يتكلم معاك كويس جدا، بس لما لقى بديل اخر بيريحه وجه على مزاجه هيبتدي يستخدمه، فهيكبر دماغه ويبقى في حوار مع الاخرين. طيب نتجنب ده ازاي؟ رقم واحد برضو منظوميا كده يا جماعه، ونركز بقى في اللي احنا هنقوله ده، في حاجه اسمها ديجيتال دوتكس. ده بيحصل ازاي؟ اني انا دلوقتي لما بيجي اي كابتن مثلا في الجيم يقول انت الديتوكس اللي انت بتعمله ان انت تنقي معدتك من السموم. ايه المشروب اللي انت بتشربه الصبح؟ ما بشربش حاجه. لا انت لازم فيه ليمون مع خيار ما اعرفش مع ايه قبل ما تيجي التمرين. حلو جدا، يبقى انا بنقي السموم من الجسد. طب انت نقيت امتى السموم؟ الافكار اللي عندك، النفس، الاذى، التعب اللي انت شفته من كم الاخبار اللي جابت لك كابات، الاخبار اللي هي مثلا بتبقى شايف لايف ان في طفل في بئر دلوقتي 4 ايام. احنا كانت حالتنا النفسيه عامله ازاي؟ ما كناش بننام، نعتبر البيوت كلها كانت في حاله ذعر. في ناس كتيره جدا حساسه قوي، مش نفس ضعيفه لكن هي حساسه. طب انا انقي السموم دي ازاي؟ ان انا اخلي بالي اني انا في مشكله كبيره دلوقتي، اني انا عمري عمال يضيع. تاني حاجه اكتشف ان انا عندي مواهب معينه. انا ممكن اكون بعرف ارسم، انا بطلت ارسم ليه؟ بحب هوايه القراءه، انا بطلت اقرا ليه؟ ابص الاقي المكتبه عندي في البيت كلها اتربه، طب ما اجيب كتاب اقعد اقرا. صحيح. من دي من ضمن الحاجات اللي احنا عايزينها كده في خلفيه التليفون. قوم اقرا، قوم اقرا، تتقال كده قوم اقرا، قوم صلي، قوم اقعد مع عيلتك، قوم اتمشى في المكان، قوم انزل الشارع. اكتشف مواهبي، اكتشف نفسي. انا لما بقعد مع حد كده وبعمل له كده بعض الكويستشنز اللي هي النفسيه، ببقى في اجابات معينه انا عايزاها. هو بيكتب الاجابات اللي داخليا، الاجابات دي لما بلاقيها بقول له اخيرا احنا قدرنا نلاقي نفسك. يقول لي مش فاهم، اقول له يعني احنا اكتشفناك، انت دلوقتي اكتشفت نفسك. في الساعتين كده مر تو سيشن، السيشن الثانيه والسيشن الثالثه، يبص يقول لي صدقني ما بقتش استخدم التليفون، انا بقيت ماسك ورقه وقلم واقعد اجاوب على اسئلتك. قلت له هو ده اللي احنا عايزينه. انت شايفه ان دايما السوشيال ميديا وحشه؟ لا مش دايما، ملهاش مش جوانب دايماً. لان في فوائد احنا لسه دلوقتي. تقول لي احنا ازاي نتجنب السؤال، ازاي نتجنب ده؟ طيب انا عملت ديتوكس. طب خلينا نعرف بقى عشان احنا وقتنا بيخلص، عايزين هنقول ايه الفوائد؟ تجنب او الفوائد، مرحله ما بعد التجنب. فوائد. رقم واحد ان في ترويج للناس المتوازنه، فرص طبعا عمل للشباب. ما ننساش الايجابيات اللي موجوده في السوشيال ميديا. ناس كتير بتشتغل اونلاين دلوقتي، مش عايزين ينزلوا من البيت، مع ان ده ليه جانب سلبي خلي بالك. ان ممكن ينعزل، حته ان انا بقيت اشتغل خلاص من خلال البيت، ما بقتش عايزه اقابل حد. تمام. نصيحه كمان، لما تبقى قاعد مع واحد صاحبك وقاعد مع حد من اسرتك، سيب الجهاز واقفلوا موبايلاتكم. مره شفت مشهد في فيلم اجنبي جميل جدا، واخدين مجموعه شباب يعملوا لهم كامب في احدى البلاد كده، وفي احدى الاماكن عباره عن منفى. فجي اللي هو المانجر بتاعهم اللي هو واقف كده بيتكلم معاهم، القديس، فوقف بيقول لهم كلمه جميله جدا، قال لهم اقفلوا هواتفكم الذكيه، هذا الشيطان اللعين الذي يقضي على اعماركم.
انا الجمله استوقفتني حاجه فيما معناها كده، يعني زي ما بيقول ان انتوا في كارثه، فخدوا بالكم واقفلوا الشيطان ده ان هو يتجول بينكم، واستمتعوا بقعدتكم مع بعض، واستمتعوا بوقتكم، واستمتعوا بالمكان. جمله في منتهى الجمال. احنا اللي استمتعنا بالفقره واستمتعنا بالتفاصيل والمعلومات اللي حضرتك يعني سردتيها وقلتيها. انا استمتعت والله بالحوار معاكم. هدى سالم استشاري العلاقات الاسريه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر، لكن شكرا للاسف وقتنا خلص. شكرا لك يا منى. اهلا وسهلا، نورتينا. ميرسي قوي. مشاهدينا كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.